بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة طبعا على موعد مع موضوع مهم جدا، لان كلنا سواء في الاقسام في العناية المركزة في اي مكان بيجينا بلاد جاز عشان نقراها، وطبعا احنا في مجال الكرونيك كيدني ديزيز ومجال الرينال فيلير والنفرولوجي بنتعامل مع الميتابوليك اسيدوز اكتر. فهنحاول النهاردة نتكلم البرزنتيشن على ثلاث محاور: How to interpret blood gases، رقم 2 هنتكلم على الميتابوليك اسيدوزيس في كرونيك كيدني ديزيز، رقم 3 هننهيها ب some cases and special situations. طبعا الموضوع ده موضوع مهم. من 2014 احنا انترستد قوي بعمل كورسات في الالكترولايت والاسيد بيز ديستربنس، هتلاقوا الكورس ده موجود سنة 2014، وفي يونيو الماضي عملنا اول اونلاين كورس. Before I'm going to discuss blood gases and metabolic acidosis, I would like to say we don't interpret blood gases without electrolyte, without looking at electrolyte disturbance. يعني ما بقولش acidosis والكالوزيس وبنسى الصوديوم والبوتاسيوم وبقية الالكترولايتس. والعدد ده اللي هو عدد سبتمبر 2019 من المجلة ديت Current Opinions in Nephrology and Hypertension، هتلاقوا في مقالات كتيرة أو بتكلم على الأسيد بيز والإلكترولايت ديستربنس. خلونا نخش في الموضوع. أنا عندي بلاد جازس، عاوز أعمل انتربريتيشن. فالمفروض يبقى عندي سيمبل أبروتش للبلاد جازس، وساعات بيكتب هذا الكلام كله في ورقة واحدة. مين مننا بيعمل الخطوة دي؟ قبل ما نقول الخطوات بقى في سؤال ملح في الـ ICU، نعمل أرتيريال بلاد جازس ولا فينوس بلاد جازس؟ دكتور معتصم، ارتيريال ولا فينوس بلاد جازس؟ طبعا الارتيريال بلاد جاز لها الانديكيشنز بتاعتها، وهي الفنتيليشن والاكسجينيشن. سلون جاز ام نوت كونسيرند بالاكسجينيشن ولا الفنتيليشن، وانا مجرد عاوز اعمل اشوف الاسيد بيز ديستربنس والبايكار، انا هبص على الفينوس بلاد جاز فور سمبليسيتي to avoid puncture of artery، لأن puncture of artery is event يعني، وطبعا لها بروتوكول وحاجات زي كده. وده عشان نوري حضراتكم الفرق بين الأرترية والفينوس، هتلاقوها مش كلينيكالي ذو شأن يعني. فيبقى إذن في الكومن براكتس عشان الأسيد بيز أنا يكفيني الفينوس بلاد سامبلينج. طيب قبل برضو ما نقول interpretation، في حاجة اسمها specimen care، والسبيسمين كير بنقول تحتها عدة نقاط. رقم واحد، أول ما الواحد كان بدأ النيابة بتاعته كان الواحد يقول ما في نقطة بلاد هو في السرنجة، ما لازم الجهاز يقراه. لا، نعرف أنه الجهاز علشان يديني يعمل adequate reading و interpretation أنا محتاج 2 مليليتر، يبقى الأماونت بتاعت البلاد كمية الدم اللي تتسحب 2 ملي في السرنجة. طبعا إحنا ما عادش في إزاز، على الرغم ان البلاستيك بتفاعل مع البلاد جازس، وعشان كده اما ابقى عارف ان البلاستيك بتفاعل مع البلاد جازس يبقى اميديت اقرا البلاد جازس، واذا كنت انقلها في سبيشال كير في حاجه في ايس والمعمل يعملها. طبعا لو عمل ارتيريال بلاد جازس المفروض اعرفها اميديت، ما فيش كلام. طيب يبقى بنسحبها في طيب الهيبرين، كميه الهيبرين لو زادت بتانترفير مع البلاد جازس interpretation وبتعمل لي مشاكل في قراءة البلاد جاز. علشان كده احنا بنسحب نقطة هيبرين وبنطرد الهيبرين من السرنجة، بحيث ان الدروبلتس البسيطة اللي موجودة على داخل السرنجة تبقى كافية جدا للفلويديتي وما تحصلش كلوتنج. يبقى بسحب سنة هيبرين بطردها، وبعمل بعد كده بسحب كمية البلاد 2 مليليتر واعمل شيكينج للسرنجه ما بين ايديا وبعضها بنفس هذا الشكل without agitation. agitation يعني ايه يا معتصم؟ يعني رجها جامد، يبقى ما رجش انبوبه البلاد وجامد، وجاست سمبل شيكينج للسامبل. يبقى 2 ملليلتر شعره هيبرين والسنجل والسمبل شيكينج without ان انا اعمل مشكله. طيب ايه الخطوات اللي بتتبعها في قراءة البلاد جاز عشان اشخص الاسيد بيز ديستربنس اللي قدام؟ المعادلة دي، كثير من الناس ما بيعملهاش، والمعادلة دي فيري سيمبل. بنضرب 24 في البي سي او 2 على البايكارب. فلو انا عندي مثلا البي سي او 2 25
يبقى 25 في 24 لو البيكرب 12 يبقى الرقم اللي يطلع لي 50. 50 ده هو الهيدروجين أيون. عندنا جداول مصاحبة للجهاز أو الكتالوج أو موجود على النت. هذه الجداول بين إيه بتبقى مفيدة جدا إن أنا أبقى عارف أنا 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 فين. فهنا مثلا أنا لو طبقت المعادلة هنا ولقيت الهيدروجين أيون 50 هروح هنا أشوف 50 دي قصاد إيه؟ قصاد pH 7.3. فلو 7.3 ده هي البلاد جاز اللي قدامي طلع لي 7.3 يبقى انا كده الايه السامبل صحيحه والقراءه صحيحه. يبقى فايده هذه المعادله ان انا بطمن على الانترنال كونسيستنسي اوف ذا فاليوز. لو لقيت البي اتش ماشي مظبوط مع القراءات بتاع البي سي او 2 اتش اس او 3 يبقى انا الايه يبقى البلاد جاز اللي قدامي صحيحه وابص فيها واقرا. لو لقيت انا البي اتش اللي طلع لي بره الدومين قوي يعني طلع 40 او طلع 7.5 مثلا او طلع 6.9 يبقى انا بتعامل مع انكونسيستنت سامبل يبقى ما اقراهاش واسحب عينه تاني. يبقى فهمنا دكتور معتصم فايده الهاسل الهندرسون هاسل باخ ايكويشن ان بطمن ان انا ما عنديش ايرور واقدر اكمل. الخطوه اللي بعد كده كلنا عارفينها ايام ما كنا طلبه في كليه الطب ان انا عاوز البي اتش والبي اتش ده من 7.35 ل 7.45 الايديال يبقى 7.4. السؤال الاولاني هل انا لو عندي البي اتش ويذ النورمال رينج معناها انه لا يوجد اسيد بيز ديستربنس؟ الاجابه لا، لانه انا عندي قوتين عكس بعض ان فيري سمبل مانر. عندي بايكارب وعندي بي سي او 2. البايكارب عكس البي سي او 2، يعني البي سي او 2 يمثل الاسيد والبايكارب يمثل البيز. لو الاثنين تغيروا بشكل في النهايه عدلوا بعض، يعني البايكارب زاد البي سي او 2 زاد فعدلوا بعض، البي اتش ممكن يبقى نورمال. يبقى وده اللي هو الستيت اوف فول كومبنسيشن. يبقى البي اتش وذ النورمال يبقى ده اسمه نورمال بي اتش، ولا يعني بالضروره غياب الاسيد بيز ديستربنس. طيب لو البي اتش عالي يبقى حاله الكالوز، لو فوق 7.45 يبقى الكالوز، تحت 7.35 يبقى اسيدوز. البي اتش قل يبقى اسيدوز، زاد يبقى الكالوز. اسباب الخطوه اللي بعد البي اتش ببص على البي سي او 2. البي سي او 2 من 35 ل 45، لو 40 ده الايديال. لو عندي بي اتش نورمال وعندي بي سي او 2 نورمال يبقى في الغالب انا ما عنديش اسيد بيز ديستربنس. لكن البي سي او 2 يزيد ليه؟ يعني ايه المشاكل اللي هتعمل لي بي سي او 2 يزيد؟ يا يزيد ده علشان ده هو المين بروبلم ريسبيراتوري اسيدوزس، لان احنا قلنا البي سي او 2 حمض، فاما البي سي او 2 يزيد معناه انا بتعامل مع حمض ناتج من البي سي او 2 يبقى ده اسيدوز. لكن انا عندي هنا يبقى اذا البي سي او 2 ممكن يزيد لو ده برايمري ريسبيراتوري اسيدوز، او ان هو زايد عشان يعادل البايكارب اللي زايد حاله ميتابوليك الكالوزس، والبي سي او 2 زاد علشان يعمل كومبنسيشن وحافظ على البي اتش. يبقى يا اما ده ريسبيراتوري اسيدوزس برايمري ديس اوردر، يا اما ده سكندري كومبنسيشن لميتابوليك الكالوز. يبقى ده الاسباب زياده البي سي او 2. وديت البي سي او 2 في الريسبيراتوري اسيدوز هيزيد ليه؟ علشان هايبو فنتيليشن سندروم، يا اما السنتر فيه مشكله يبقى ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، يا اما في المصل فيها مشكله، يا اما بلورال ديزيز، يا اما كومبنسيشن زي ما احنا قلنا من شويه. نقص البي سي او 2 معناه ووجد ده ممكن يبقى ده البرايمري ديس اوردر اللي موجود ريسبيراتوري الكالوزس، او ان البايكارب قلت يعني حاله ميتابوليك اسيدوزس والبايكارب قلت، فانا بعمل ايه؟ بقلل البي سي او 2 كمحاوله للكومبنسيشن. فده الايه الاسباب بتاعت الريسبيراتوري الكالوزس، يعني ممكن تبقى اوفر فنتيليشن لو العين على فنتيليتور، او انكريز انتركرانيال بريشر، او هايبوكسيميا، هارت فيلر، انكزايتي، بريجننسي، سالسيليتي. يبقى اسباب كتيره بتعمل لي ووش للسو 2. يبقى ده اول نقطه قلناها، ببص على البي اتش لقيته نورمال او لقيت فيه ابنورماليتي، ابص بعد كده على البي سي او 2. البي سي او 2 يا اما نورمال زي البي اتش، يا اما فيه ابنورماليتي. وعرفنا بقى هنا ريسبيراتوري الكالوزس وريسبيراتوري اسيدوز. ريسبيراتوري اسيدوز معناه البي سي او 2 زايد،
وريسبيتر الكوز معناها البسعوتو ناقص. فلو خدنا المثال ده البي اتش هنا كام؟ 7.49. ده هنا البي اتش ده نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال. وابنورمال عالي ولا قليل؟ عالي. يبقى ده حاله الكالوز. اسال نفسي سؤال، هل البيس او 2 ده يفسر، ممكن يفسر التغير اللي حصل في البي اتش؟ الاجابه يس. يبقى ده الريسبيتوري الكالوز. او بص بعد كده على البايكارب. يبقى اول خطوه في الاسيد بيز انت عاوزين ناخدها واحده واحده عشان في الاخر نعرف نشخص اب تو 3 اسيد بيز ديستربنسز. طيب يبقى البي اتش عالي، يبقى ده الكلاين، البي سي او 2 يفسره، يبقى ده ريسبيتوري، يبقى ريسبيتوري الكالوز. طيب الحاله الثانيه البي اتش قليل والبي سي او 2 اخباره ايه؟ قليل. هل ده ممكن تبقى ريسبيتوري؟ الاجابه لا، لان البي اتش ده فرانك اسيدوز، فرانك اسيدوز. البي سي او 2 هنا قليل، ما هوش هو اللي سبب في تغير البي اتش، يبقى اكيد ده البايكارب هو القليل وده ميتابوليك اسيدوز. يبقى لو البي سي او 2 يفسر الاسيد بيز يبقى ده برايمري ريسبيتوري اسيد بيز ديستربنس. لو ما يفسروش في الغالب بقى ميتابوليك، وساعتها بص على البايكارب. وعشان كده بنبص على المصطلح اللي عليه الدور اسمه روم، هنفهمه دلوقتي مع بعض. انا عندي بي اتش قليل والبايكارب قليل، يبقى ده حاله ميتابوليك اسيدوز. عندي البي اتش عالي والبايكارب عالي، يبقى ده ميتابوليك الكالوز. عندي البي اتش قليل والبي سي او 2 عالي، يبقى ده ايه يا معتصم؟ او يبقى ده ريسبيتوري اسيدوز. البي اتش عالي والبي سي او 2 قليل، يبقى ده ريسبيتوري الكالوز. احنا مختلفين في هذا الكلام؟ ما اظنش احنا مختلفين في هذا الكلام. لاحظوا بقى تغير البي اتش مع البايكارب والبي سي او 2 في حالات الميتابوليك ديس اوردرز، يعني الاثنين دول ميتابوليك. هنا البي اتش قل، البايكارب قل. البي اتش زاد، البايكارب زاد. يبقى ايه اللي حصل في الميتابوليك اسيد بيز ديستربنس؟ تغير البي اتش ماشي مع تغير البايكارب. لكن في الريسبيراتوري الاثنين دول ريسبيراتوري، هنا عالي يبقى ده ريسبيراتوري اسيدوزس وده ريسبيراتوري الكالوز. بصوا البي اتش ماشيين عكس عكاس. يبقى اذا في الاسيد بيز ديستربنس البي اتش بيمشي زي البايكارب لو ده ميتابوليك، وعكس البي سي او 2 لو ريسبيراتوري. عشان كده اسمها روم معناها ريسبيراتوري اوبوزيت، تحرك البي اتش والبي سي او 2 ان اوبوزيت دايركشن، وميتابوليك ايكويفالنت اور ايكوال، تحرك البي اتش ماشي في نفس اتجاه البايكارب. يبقى فهمنا الخطوه دي. يبقى اول خطوه ابص على البي اتش، بعد كده بشوف البي سي او 2. البي سي او 2 يفسر التغير اللي في البي اتش، يبقى ده ريسبيراتوري، ما يفسروش في الغالب ميتابوليك. وبعدها ابص على البايكربونات. بيجي هنا خطوه مهمه جدا اللي قلناها من البدايه، البي اتش ممكن يبقى نورمال علشان عندي كومبنسيشن. ايه الكومبنسيشن ده؟ احنا قلنا البي سي او 2 ده حمض والبايكارب الكالي. طيب انا لابد نحط قاعده هنا مع بعض. الايديال بي اتش كام؟ 7.4. لو انا بكلم على حاله فولي كومبنسيتد اسيد بيز ديس اوردر، لو البي اتش فوق 7.4 يعني 7.42 7.43 وانا بقول دي نورمال او كومبنسيتد، يبقى دي حاله الكالوزس كومبنسيشن. هعرفها ازاي؟ ابص بقى على بقيه الكومبوننت سواء البي سي او 2 والبايكارب، اشوف انا ماشي في اي اتجاه، ده ريسبيراتوري ولا ميتابوليك، ابص عليه. طيب لو البي اتش وزن نورمال رينج يعني من 7.35 لاقل من 7.4، يبقى ده نورمال اسيد بيز او حاله اسيدوزس ان فول كومبنسيشن. يبقى اتفقنا على النقطه دي يا جماعه. يبقى اول خطوه ببص على البي اتش، ولو حاطط في دماغي كومبنسيشن هيبقى البي سي او 2 والبايكارب الاثنين مش نورمال. لو البي سي او 2 والبايكارب نورمال والبي اتش نورمال، يبقى ده نورمال، ذير از نو اسيد بيز ديستربنس ان ذيس سيناريو. لكن امتى بقول كومبنسيشن؟ ما يكون البايكارب والبي سي او 2 ما همش نورمال والاثنين بيتحركوا في نفس الاتجاه علشان يحافظوا له على البي اتش. لو البي اتش تحت ال 7.4 يبقى ده اسيدوزس، لو فوق ال 7.4 يبقى الكالوز. نيجي بقى ايه للخطوه اللي بعد كده. خلي بالكم انا ماشي بتدرج شديد جدا، ده معلومات بكالوريوس ونيابه واول النيابه. الكومبنسيشن، انا عندي حاله ميتابوليك اسيدوزس، هتوقع ايه التغير اللي يحصل في البي سي او 2 لو دي سيمبل ميتابوليك اسيدوزس؟ احنا قلنا في السيمبل اسيد بيز ديستربنس تغير البايكارب والبي سي او 2 في نفس الاتجاه. يعني في الميتابوليك اسيدوز البرايمري ديفكت ايه يا جماعه؟ نقص في البايكارب.
يبقى التغير اللي هيحصل ايه؟ نقص في البي سي او 2. طيب انا عاوز اتوقع البي سي او 2 هيبقى قد ايه للبايكارب القليل ده. عندي كذا طريقه، يا اما اقول البايكارب نزل قد ايه من النورمال، ولو قلنا النورمال من 22 او من 23 ل 25 يعني، وهنيجي بعد شويه ايه الموست ابروبريت تارجت اوف بايكربونات ده في السيكتور بتاع الميتابوليك اسيدوزس وهاو تو تريت، والتارجت بتاعي هيبقى ايه هقولها. كل نقص في البايكارب واحد يبقى البي سي او 2 هينقص قد ايه؟ من واحد لواحد ونص. يبقى كل نقص في البايكارب واحد قصاده واحد لواحد ونص نقص في البي سي او 2. صعبه دي شويه. المعادلة اللي الواحد كان حافظها من أيام ما كنا في بداية النيابة، المعادلة اللي قدامنا دي، المعادلة ديت أنا بحسب عند البايكارب مثلا 10، بقول 10 في 1.5 كام؟ ب 15 زائد 8 يبقى 23 زائد أو ناقص 2 يبقى من 21 ل 25. يبقى المعادلة ديت 1.5 في البايكارب، والرقم اللي يطلع أجمعه ل 8 وبعدين زائد أو ناقص 2. يبقى ده معادلة لطيفة جدا. السيمبلست واي انا هقول مثلا البي اتش بتاعي 7.25، يبقى اقوم واخد الرقمين اللي قدام العلامه العشريه 7.25، يبقى البايكار يبقى البي سي او 2 بتاعي 25. انا ما بحبش، انا بحب المعادله اللي 1.5 في البايكار زائد 8 زائد او ناقص 2، لان بتشوف انا الوقت في كومبنسيشن ولا ما فيش كومبنسيشن ولا الدنيا ماشيه ازاي. طيب البي اتش طبعا انا مش هقعد اقول كل الايتيمز اللي موجوده، لكن هنا لكل واحد نقص في البايكارب اتش بينزل 1 من 100. بعد كده الميتابوليك الكالوزس معناه البايكارب زاد، كل زياده 1 في البايكارب من الايكوفالنت في البايكارب، البي سي او 2 يزيد لان احنا قلنا سمبل اسيد بيز ديستربنس، البي سي او 2 يمشي زي البايكارب وهو ماشي، البايكارب هنا زايد لان دي حاله ميتابوليك الكالوزس، يبقى البي سي او 2 يزيد من ربع الواحد لكل واحد زياده في البايكارب. والبي اتش برضه يتحرك 15 من 100، 15 من 1000 لكل زياده واحد في البايكارب. ودي طريقه ثانيه على حسب الريفرنس الموجود قدام حضراتكم ان انا ازاي احسب الكومبنسيشن. المعادله ديت انا بحبها جدا، اللي 1.5 في البايكارب زائد 8 زائد 1.2. وفي الميتابوليك الكالوزس فور اتش ملي ايكوفالنت انكريز ان بايكارب البي سي او 2 7.10، ده سورس ثاني اهوت. نيجي بقى للاكيوت للريسبيتري، لو المشكله ريسبيتري اسيد بيز ديستربنس، يعني ريسبيتري اسيدوز معناها البي سي او 2 زايد، ريسبيتري الكالوز معناها البي سي او 2 هو اللي ناقص، وهو يقدر يفسر لي تغيرات البي اتش. في الاكيوت ريسبيتري اسيدوز كل 10 زياده في البي سي او 2 البايكار بيزيد 1 من 10، لان الكدني بتاخد وقت لغايه ما تعمل فول كومبنسيشن. في الكرونيك كل زياده 10 قصادهم 4، لان زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده كل 1 ملم ميركوري في البي سي او 2 1 من 10 في الاكيوت و4 من 10 في الكرونيك، هي نفسها هي اياها، ال10 قصادهم 1 في الاكيوت وال10 قصادهم 4 في الكرونيك، وده طبعا زياده البي سي او 2 البايكار بيزيد قصاد. طب في الريسبيتري الكالوزس هيبقى نقص، كل 10 نقص في البي سي او 2 البايكار ينزل 2. وفي الكرونيك ستيت كل نقص 10 البايكارب ينزل 4، كل 10 4. يبقى في الكرونيك ستيت سواء ريسبيتري اسيدوز او الكالوزس كل 10 تغير في البي سي او 2 قصادهم 4 في البايكارب. واحنا فهمنا بقى ان ريسبيتري اسيدوز زياده البي سي او 2 قصادها زياده في البايكارب، وريسبيتري الكالوزس نقص في البي سي او 2 يبقى في نقص في البايكارب. يبقى ده الجزء بتاع الكومبنسيشن. نخلي بالنا ان احنا بنتعامل مع سيستمز، والبودو سيستم لها ماكسيمم ليفل اوف ريسبونس. يعني تاني من الكتاب ده هتلاقوا الجدول المحترم ده الانيشال ميكانيزم، يعني في ريسبيتري اسيدوز انكريز بي سي او 2 ايه اللي هيحصل، تغيرات اللي احنا قلناها من شويه، لكن الماكسيمم ريسبونس ليفل اوف ريسبونس هتلاقوه مكتوب قدامنا هنا علشان ما نتخيلش ان الارقام ممكن توصل لارقام فلكيه في البايكارب او في البي سي او 2. يبقى عندنا في الاخر في ليميتيشنز. طيب نيجي برضه لتاكيدا للكومبنسيشن، انا عندي هنا ده ريسبيتري اسيدوزس فالبي سي او 2 زايد،
البايكارب هيزيد معاه، والاثنين حافظوا له على البي اتش، وزي ما قلت حافظوا على البي اتش بس هما الاثنين ابنورمال، والابنورماليتي البرايمر هنا البي سو تو ريتينشن، يبقى البي اتش هنا هيبقى اسيدوتيك، يبقى تحت ال 7.4 يبقى تحت 7.10 ودي النورمال، يبقى ده فولي كومبنسيتد. في الريسبيراتوري الكالوز البي سو تو قليل، البايكارب قل، هلاقي البي اتش فوق ال 7.4 وذ النورمال رينج، يبقى ده الريسبيراتوري الكالوز فولي كومبنسيتد. في الميتابوليك اسيد بيز ديستربنس، الميتابوليك اسيد والبايكارب هيبقى قليل، البي سو تو هيقل، والبي اتش يبقى تحت 7.4 يبقى ده فولي كومبنسيت، لانه نورمال من 7.35 ل 7.4. الميتابوليك الكالوزس هيبقى فوق ال 7.4، هلاقي ان البايكارب عالي والبي سي تو عالي معاه، وحافظوا على البي اتش ود النورمال بس هنا فوق ال 7.4 عشان هو الكالوز. يبقى فهمنا الكومبنسيشن، بقول اسيدوز او الكالوزس من تغير البي اتش، تحت 7.4 يبقى اسيدوزس كومبنسيتد، فوق ال 7.4 يبقى الكالوزس كومبنسيتد، واشوف البي سي تو ولا البايكارب اللي يفسر عشان اقول انا في ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. لو لاحظنا الجزء الثاني من الجدول هو نفسه الجزء ده كاملا، لكن هنا البي اتش اتاثر. اذا تغير البي اتش، اذا تغير البايكارب والبي سي تو لكن ما قدروش يحافظوا لي على نورمال بي اتش، اللي احنا سائلين من شويه ان في عندي ماكسيمم ريت اوف كومبنسيشن في الجدول في السلايد اللي قبل دي. يبقى اذا لو حصل تغير البي سي تو والبايكارب في نفس الاتجاه فراسين بالاسيد بيز ديستربنس، لكن البي اتش ما كانش نورمال، فبقول بارشال كومبنسيتد اسيد بيز ديستربنس. ناخد بعض الامثله، يا ريت لو حد عاوز يأجب يرفع ايده، لو ان احنا لسه في البدايه يعني، انا عشان كده سايب الاسئله للايه للحالات الصعبه. هنا البي اتش 7.44 ده نورمال بس فوق ال 7.4، اشوف انا عندي لو البايكارب والبي سي تو نورمال يبقى ما فيش مشكله، لكن البايكارب هنا 30 عالي عالي، يبقى ميتابوليك الكالوزس وكومبنسيتد بريتنشن شويه السي او 2، لان السي او 2 زاد كمان، يبقى ده زاد قصاد ده فحافظوا له على البي اتش وذ النورمال، لكن هنا البرايمري اسيد بيز ديستربنس الكالوزس، واللي يفسره الميتابوليك الكالوز. هنا ده طبعا سيفير اسيدوزس ما فيش كلام، واللي يفسره الميتابوليك لان البايكارب نزلت جامد جدا بقى 3.2 والبي سي او 2 نزل بس طبعا ما قدرش يحافظ على البي اتش، فده يبقى ده بارشال كومبنسيشن. هنلاقي هنا في مصطلح البي اي وعكسه البي دي. البي اي معناها بيز اكسس، لو مكتوب بيز اكسس وبالنيجاتيف معناها ان في لوصل للايه، لوصل ايه يا معتصم، للبايكارب. لو في البيز ديفيسيت وبالبوزيتيف يبقى هي هي، يبقى يا اما اقول بيز اكسس واحط نيجاتيف، يا اما بيز ديفيسيت وما احطش نيجاتيف. هنا ده ميزتها في ايه، ان بتوضح لي ساعات ساعات انا ابقى يا ترى دي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك، لما الاقي البيز اكسس او ديفيسيت يبقى انا عارف انا ايه البايكارب اخباره ايه. يبقى ده حاله سيفير ميتابوليك اسيدوزس وبارشالي كومبنسيتد باي ووش اوف سي او 2. نيجي لتكه كده، هل في علاقه ما بين الصوديوم والكلورايد؟ هل ممكن انا ابص على السيرم صوديوم والسيرم كلورايد اتوقع ان عندي مشكله اسيد بيز ديستربنس؟ حد يجيب يا جماعه السؤال ده كده. افتح لها دكتوره رشا. دكتوره رشا اتفضلي. دكتوره رشا بتالي يعني ايز حضرتك سامعني؟ سامع كويس جدا يعني. تمام يعني ما هو انا بدام حاططها، انا بدام حاططها في العنوان كده يبقى اكيد لكن انا عاوز اعرف ايه اللي انت فهمتيه. طيب او معلوماتك عن الصوديوم كلورايد مش مشكله. في حد رفع ايده معتصم افتح لي. شكرا يا دكتوره. الو ايوه. طيب انا هقول الإجابة. أنا عندي الصوديوم يمثل الألكالي وكلورايد يمثل الأسيد، خلينا نقولها كده. فأنا ما وصل الصوديوم كلورايد في البلاد إن يعني بطريقة سهلة جدا، الصوديوم النورمال بتاعه 135 ل 145، وكلورايد يبقى إذا لو قلنا الصوديوم حوالين 140 والكلورايد حوالين 100، يبقى 140 ل 100 كام؟ 1.4 إلى 1.
يبقى لو لقيت الريشيو 1:4 to 1 يبقى في الغالب الدنيا ماشيه نورمال. فلكن في حالات الميتابوليك الكالوزس هلاقي اللي يحصل زي ما شايفين كده مثلا هنا في الميتابوليك الكالوزس، الصوديوم يا اما يزيد يا اما ما يتحركش، بس الكلوريد نزل فالريشيو بقت اكتر من 1:4 to 1. الريشيو اكتر من 1:4 to 1 يبقى في الكلوريد قل، يبقى دي حاله الكالوزس. ده يعني في منتهى البساطه كده. طيب في الريسبيتري الكالوزس او الهايبر كلوريميك اسيدوزس هلاقي ايه؟ هلاقي الصوديوم ما ممكن ما يتاثرش، لكن الكلوريد زاد. الكلوريد زاد يبقى هايبر كلوريميا، يبقى ده حاله هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوز. طبعا هنشوف بقى الحكايه الريسبيتري والميتابوليك. يبقى في الميتابوليك اسيد بيز ديستربنس ممكن الاقي ديستربنس في الريشيو. الريشيو تزيد معناها الكالوزس ميتابوليك، الريشيو تقل ولا 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 العكس، تقل معناها كلوريد زاد، معناها هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوز. نقطه تانية وديت برضو حاجه يعني اهو الاشياء بتخش ببعضها، لان احنا دلوقتي ديت حاجه ادفانسد شويه. النسبه لو حصل فيها خلل، يعني هنا مثلا الصوديوم نزل من 140 ل 126 والكلوريد نزل هنا ل 90، معناها ايه يا جماعه؟ معناها كل من الصوديوم والكلوريد قله، بس الريشيو ما زاد 1:4 to 1، يبقى ده حاله اوفر هيدريشن. لان الاوفر هيدريشن في الووتر ريتينشن الريشيو تبقى ثابته لا على حساب ايه الرقمين قله. يبقى لو قل الصوديوم والكلوريد كابسولوت فاليوز لكن الريشيو 1:4 to 1 يبقى ما فيش اسيد بيز ديستربنس، لكن ممكن يبقى في اوفر هيدريشن. لا لو في اوفر هيدريشن وميتابوليك الكالوز ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم هيتحرك 14 والكلوريد ينزل 20، يبقى الكلوريد نزل جامد، يبقى الريشيو زادت عن 1:4 to 1. يبقى لو الريشيو اكتر من 1:4 to 1 لكن الصوديوم والكلوريد الاثنين قله، يبقى ده ميتابوليك الكالوزس مع فوليوم اوفرلود او اوفر هيدريشن. والعكس في الديهيدريشن هلاقي الرقمين زادوا، الصوديوم من 140 بقى 154 والثاني من 100 بقى 110، وحافظوا له على النسبه اللي هي 1:4 to 1. في الديهيدريشن مع الميتابوليك الكالوزس هلاقي الصوديوم اللي علق اكتر بكتير، فيبقى ده الايه والريشيو هنا الصوديوم زاد والكلورايد، يبقى هنا ده زاد من الديهيدريشن لكن الكلورايد حتى كمان نزل هنا، فده حاله الكالوزس مع ديهيدريشن. فعشان كده نخش بقى في الميتابوليك اسيدوزس او اللو باي كارب. اللو سيرم باي كارب كونسنتريشن ممكن اعمل تشيكنج على البلاد جازس تو اكسكلود كورونيك ريزيز. يبقى اذا فايده الارتيريا بلاد جازس ولو مره عشان اكسكلود الريسبيتري الكالوز، لان في الريسبيتري الكالوز اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان البايكارب يقل، لان الريسبيتري الكالوز معناها في فيسيولوجيكال ديفكت في ريسبيريشن في هايبر فنتيليشن، فالسوتوشت عشان الكدني تكومبنسيت هتقلل البايكربونيت ريابسوربشن، فيبقى السيرم بايكارب قليل. يبقى مش كل حاله لو سيرم بايكارب معناها ميتابوليك اسيدوز، ده ممكن تبقى كومبنسيشن زي ما احنا قلنا قبل كده للريسبيتري الكالوز. هيظهرها لي بمنتهى السلاسه والبساطه، هيظهرها ايه؟ البلاد جازس، هتاكد ان في ريسبيتري الكالوز. وبعد كده لو عندي ما عنديش الكلام ده يبقى انا حاله ميتابوليك اسيدوز، هبص على الانايون جاب. موضوع الانايون جاب ده ايه؟ اما بقول انايون جاب معناها مين اللي قليل؟ الانايون. هل فعلا عندنا في الجسم انايون جاب؟ الإجابة لا يوجد فعليا أنايون جاب، لكن إحنا بنحسب بعض من الأنايونز وبعض من الكاتايون، فبتطلع القصة إن الكاتايون إكسيد الأنايون. عندي الممثل الأنايون صوديوم والبوتاسيوم، طبعا في كالسيوم وفي غيره، وفي كلورايد وبايكارب. عشان البوتاسيوم رقم قليل أنا ممكن أحذف في البوتاسيوم وتبقى صوديوم ماينس مجموع كلورايد والبايكارب وهتبقى تساوي 12 زائد أو ناقص 2. يبقى الأنايون جاب مجموع صوديوم وبوتاسيوم مطروح منهم مجموع كلوريد والبايكارب، او مجموع كلوريد والبايكارب اطرحهم من السيرم صوديوم فيطلع لي انايون جاب. واتفقنا ان احنا اساسا ما عندناش انايون جاب، ده هي بتيجي لان في حاجات والسيرم البومين هو المين ديتيرمينانت للانايون جاب، لان السيرم البومين نيجاتيف تشارجد يعتبر انايون ومش داخل في المعادله. طبعا في لو حسبنا كل الكاتاينز
وحسبنا كل الانيون هنلاقيهم في الاخر نيوترال. هناخد المساله ديت ويا ريت حد من الجامعه زملاء يرفع ايديه لانه حاجه لطيفه. حد رفع ايديه معتصم؟ طب خش انت معايا معتصم، افتح على نفسك واجب كده السؤال، اقرا معايا اسم الانيون جاب. اسم الانيون جاب فين الصوديوم؟ الصوديوم فين؟ ده هي لسه ما جاتش، لسه ما جاتش المساله. ده هي ده الشرح. خلاص معلش معلش، ده الشرح اللي هو اقفل على نفسك. ده كان الشرح ما بين الميجر ديكاتاينز والانايونز، يعني هنا الكالسيوم والمغنيسيوم موجودين والبروتينز موجوده والفوسفيت والحاجات دي كلها، بس بتوضح ان انا عندي كاتاين وانايون. لسه ما جناش للمساله. انا عندي هنا مثلا في النورمال سيتويشن البلازما صوديوم 140، الكلورات 103 والبايكارب 25، يبقى 100 مطرحهم من بعض هيطلع لي 12. يبقى اذا في النورمال سيتويشن ده نورمال بيرسون، الصوديوم 140 البايكارب 25 زي النورمال، الكلورات 103 زي النورمال، يبقى 128 140 يبقى 12 اللي هو شايل يعتبر يمثلهم الالبومين. اوكي، فده نورمال بيرسون مفيش اسيد بيز ديزيربنس، والانيون جاب هنا 12. هاجي سؤال هنا، وكان سؤال ده حاطينه في دوره الاي كورس بتاع الاسيد بيز الماضي. دي لو انت عندك هايبر جلايسيميا، هل نحسب الانيون جاب نشوف الصدم اللي طالع لنا؟ لان احنا عارفين مع الهايبر جلايسيميا بيبقى فيه الصدم بيقل، تمام؟ هل مع الهايبر جلايسيميا احسب في الانيون جاب بالصوديوم اللي قدامي ولا اشوف الكوركتد صوديوم؟ يس اور نو، اختار ايه؟ يعني اختار التوتال الصوديوم اللي قدامي في السيرم ولا احسب الكوركتد صوديوم وادخله في الانيون جاب؟ ترى رشا احسب ايه؟ اخد احنا نحسب الميجرد احسن. طيب الدكتور رشا رايها الميجرد، فالدكتور هاني كان رافع ايديه. دكتور هاني ايوه، امتالي الكوركتد صوديوم. طيب خليك معايا دكتور هاني، هو انا عندي هنا انت 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 اخترت الكوركتد صوديوم علشان انت عاوز تفيريفاي الكوركتد صوديوم، صح؟ او تشوف. لكن انت اغفلت حاجه، واللي هيسرع على الصوديوم اللي هيسرع على الصوديوم هيسرع على بقيه الالكترولايتس. يعني اذا كان في ووتر البلازما جلوكوز ما هيزيد هيسحب ميه، مش هتيجي تخفف الصوديوم بس، ما هتعملي نفس الكلام مع بقيه الاشياء. فاذا كنت انت عاوز تحسب كوركتد صوديوم لازم تحسب الكوركتد كلورايد، وتبقى قصه اتعقدت. فعشان كده بناخد الارقام اللي طلع. يبقى اذا في الهايبر جلايسيميا مفيش داعي ان الواحد يعقد الامور او يفلسفها وياخد الرقم اللي طالع وخلاص. في الهايبو البومينيميا او اذا ما بنعمل الكوركشن للكالسيوم، في انا ما يكون عندي توتال كالسيوم طالع 7.5 والالبومين العيان نفروتك والالبومين واحد، بنقول كل جرام البومين تحت الاربعه بنقص لي الكالسيوم 8.10. ده بالنسبه للكالسيوم. طب بالنسبه للانيون جاب، لا احنا قلنا الانيون الالبومين يحمل نيجاتيف تشارج. طب لو عنده هايبو البومينيميا الانيون جاب يزيد ولا يقل؟ هيقل، لان النيجاتيف بتاع الالبوم قليل، فخلاص انا ما عادش الجاب قل. وفي الهايبر البومينيميا في الديهايدريشن والكونسنتريتد بلاد وعند الالبوم عالي، الانيون جاب ايه؟ هيزيد شويه. طيب انا عاوز اعمل كوركشن عشان اشوف الكونتريبيوشن في البومين. عندي المعادله اسمها فيج ايكويشن، اللي هي بالاختصار الشديد جدا كل واحد جرام البومين يقصاده كام يا معتصم؟ 2.5 في الانيون جاب. يعني اذا كان الالبومين 4 ده النورمال ونزل بقى 1 في نفروتك سيندروم، يبقى نزل 3 جرام، 3 في 2.5 يبقى ده 7.5 دروب في الانيون جاب. ممكن الانيون جاب 4 5 3 يبقى رقم قليل، ممكن يبقى كونتراكتد انيون جاب. هنخش على المساله دي، المساله اللي كنت بقول للدكتور معتصم يحلها. اقرا كده واحسب لي الانيون جاب في الحاله دي كده. ده 51 سنة old man is admitted for painless mass in the right temporal area for a 3-week period. The only complaint
ده اقول لي كومبلينت هي هاد بور ابيتايت وطبعا ويت لوس ماشي نو هيستوري اوف اذر كرونيك ديزيز اند وزنت اون اني ميديكيشن هي هازنت سين ا فيزيشن ان 10 ييرز ميتينج الكترول بص على صدره والاحسب له الايون جاب كده 124 زائد 4 يعني 128 ناقص 123 يعني 5 الايون جاب ولو شلنا لو شلت البوتاسيوم من الشغلانه يبقى الايون جاب 124 يا واحد يا طب طيب السيرم قلبه من 4.5 هل السيرم قلبه من 4.5 ده يفسر الايون جاب لو انت حطيت البوتاسيوم يطلع قليل ولو شلت البوتاسيوم يبقى قليل جدا ايه تفسيرك ايه المفروض مع ال 4.5 الايون جاب كان يبقى 12 13 14 طب ليه طالع 3 بحسابات 4 بحساباتك او 1 بحساباتي لو شلنا البوتاسيوم انا عندي الصوديوم 124 والبايكارب 23 وكلوريد 100 124 ناقص 123 يساوي 1 ليه في اذر بروتينز مثلا غير الالبومين تكون اللي هي ايه بص بقى اقفل الصوت على التوتال بروتين 14 لو قلنا التوتال بروتين 14 يبقى حل المساله يبقى زي ما القلب من نيجاتيف تشارج دكتور معتصم زي ما القلب من نيجاتيف تشارج البرا بروتين بوزيتيف تشارج يبقى البرا بروتين اللي موجوده في البلد ما هو التوتال بروتين 14 معناها العيان ده ايه مالتو المايلوما مثلا يبقى البارا بروتيني البارا بروتينيميا بتحمل بوزيتيف تشارج كاتايون يبقى الالبومين انايون والبقيه البتاع البارا بروتين كاتايون فلما يكون الكاتايون زايد هيعمل لي ايه هياخد من هيبقى الانايون جاب يبقى قليل جدا او كونتراكتد يبقى ده نقطه تحطها في الحسبان بتاعك طيب تعالوا نبص هنا علشان نمهد لفلسفة الأيون جاب في حالات الميتابوليك أسيدوزس قيمته إيه؟ أنا عندي هنا العيان اللي فات كان كل حاجة نورمال زي 140 و103 و105 الأيون جاب 12 أنا هنا العيان دخل عليه لاكتيت ويمكن اللاكتيت هنجيب سيرتها في الآخر فيها نقطتين هنقول فاللاكتيت زاد بقى 10 في البلاد اللاكتيت تحمل نيجاتيف تشارج وبتاخد من قوته البايكارب فالبايكارب نزل من 25 بقى 15 يبقى اللاكتيت 10 البايكارب بنقص 10 لكن اللاكتيت ما بتخشش في معادله الايون جاب لان الايون جاب هو عباره عن صوديوم ماينس كلوريد والبايكارب يبقى الايون جاب هيطلع كام في الحاله في المساله ديت 140 ناقص 103 زائد 15 يبقى يطلع 22 يبقى هنا الايون جاب زاد ليه لان فيه ماده نيجاتيف تشارج اضافت وما بتخشش في المعادله يبقى ده سبب يبقى ده ميتابوليك اسيدوزس ويز هاي انايون جاب ونيجي لاسبابها اسبابها موجوده ده برضو من الكورس اللي فات عندنا اختصارين لطاف جدا شايفين الاختصارين دول ماد بايلز ده الواحد كان حافظها ايام ما كان نايب ميثانول ده من الام يعني ميثانول انتوكسيكيشن يعمل هاي انايون جاب اسيدوزس اليو يعني يوريم يعني رينال فيلير يعني المفروض اعمل كرياتينين دايابيتيك كيتو اسيدوزس يبقى ده كيتون بودز عامله نيجاتيف عامله هاي انايون جاب ادويه زي البارالدهايد الايرن الايزونايزايد والايزونايزايد ليه بيعمل الكلام ده لانه بيقلل تحويل اللاكتيت لبايروفيت فهو سورس من اللاكتيك اسيد ممكن يعمل لي سيفير اسيدوزس اللاكتيت بجمع اسبابها الايثيلين جلايكول والسلسليت انتوكسيكيشن يبقى ديت الماد بايلز ميثانول يوريميا دايابيتس برالدهايد ايرن اي ان اتش لاكتيت ايثيلين جلايكول انسلسليت الاختصار الثاني جولد مارك ولو ريفرنس جلايكولز واوكسوبرولين وال لاكتيت ودي لاكتيت خلي بالنا اللاكتيت في منها ال ومنها دي الدي لاكتيت في الغالب بتخش معنا في المسائل لو عملنا بارياتريك سيرجري او عملنا باي باس سيرجري والعيان خد اكسسيف كربوهيدرات ده يعني السيتويشن مميز للدي لاكتيت الميثانول يبقى اذا انا عندي كوكتيل من الاسباب يا اما احفظ لما يكون عنده هاي انايون جاب اسيدوزس يبقى يا اما ماد بايل زي جولد مارك يبقى فلسفه حساب الانايون جاب في حاله الميتابوليك اسيدوزس ان انا اقلل
الديفرنشال دياجنوز او الديفرنشال دياجنوز ينقسم ل تو بيج كاتيجوريز ويز هاي اند ويز نورمال انايون جاب اسيدوز. طيب انا شخصت ميتابوليك اسيدوزس وعملت الانايون جاب في طلع هاي انايون جاب, بيلزمني بعد كده خطوتين لازم اكملهم علشان اكمل مسار الانفستيجيشن للهاي انايون جاب اسيدوزس. خطوه اسمها اوزمولار جاب في البلازما. يعني ايه اوزمولار جاب؟ يعني في حاجه اسمها ميجرد اوزمولاريتي او اوزمولاريتي المعمل هيحسبها بالفريزنج بوينت, وفي كالكوليتد اوزمولاريتي. خلي بالكم لما بنعمل كالكوليشن بنعمل كله بالملي مول, يعني الصوديوم بالملي مول, الجلوكوز بالملي مول, والبلاد يوريا نيتروجين بالملي مول, مش البلاد يوريا, بلاد يوريا نيتروجين بالملي مول بالليتر. يبقى الصوديوم هو بتحسب بالملي مول ما عنديش مشكله, وبضربه في اثنين لانه دايما اكومبانيت بانايون, والجلوكوز بالملي مول. يعني لو انا بحسبه في مصر هنا الحسابات بتاعتنا بالملي جرام بير ديسيليتر اقسم على 18 عشان احوله ملي مول. لو السكر نورمال, لو السكر نورمال خلاص ممكن اشيله خالص لان نورمال لو 90 على 18 فال 5 ما يشكلش اهميه قوي جنب الصوديوم اللي هو 140 في 2 280 مش مشكله. البلاد يوريا نيتروجين لو بالملي جرام بقسمها على 2.8 عشان احولها ملي مول بير لتر. لو العام مش هنا الفيلر خاص ما تشكلش اي اهميه. يبقى انا بحسب بالمعادله ديت الاوزمولاريتي, تمام. اقدر اقولها في وانا مرتاح كده 2 في الصوديوم لو ما عنديش رينال فيلر وما عنديش دايابيتس, يبقى 2 في الصوديوم يبقى ده الايه الكالكوليتد اوزمولاريتي. واشوف المعمل مطلعها كام بحسب الميجر ميجر اوزمولاريتي. النورمال ديفرنس في حدود العشر, لو زادت عن 10 يبقى هناك اوزمولار جاب. ايه فايده ان انا عرفت ان انا عندي هاي انايون جاب اسيدوزس معاها اوزمولار جاب؟ فايدتها ان بتقلص لي الديفرنشال دياجنوزس الى الاسباب دهي. يبقى اسباب الاوزمولار جاب طبعا الدياوريتكس في الغالب مش هتعمل اسيدوزس, فيبقى الاوزمولار جاب اللي هيعمل لي اسيدوزس هو الالكوهول انتوكسيكيشن, سواء الميثانول اللي هو السبيرتو الاحمر او الايثيلين جلايكول. في الغالب ما عادش موجود لانه كان بيستخدم في الانتي فريز في البطاريات, دلوقتي بقى بيستخدم اذر تايبز اوف الكحول ليس توكسيك والايزوبروبال الكحول والايثانول. يبقى الهاي انايون جاب اسيدوزس ويز اوزمولار جاب اسيدوزس هي الكحوليك انتوكسيكيشن. يبقى انا لو حطيتها في الحسبان اشيك على الالكحول, ده فايده ان انا اعرف الاوزمولار جاب. دلتا الانايون جاب لدلتا البايكارب يمكن دي صعبه شويه. يعني ايه دلتا؟ يعني بطرح الرقم اللي عندي من النورمال. يعني الانايون جاب طلع 24 والنورمال 12, يبقى 24 ناقص 12 يبقى الدلتا الانايون جاب 12. البايكارب طلع عندي 20 النورمال 25, يبقى 25 ناقص 20 يبقى الدلتا 5. فاكرين المثال بتاع الهاي انايون جاب لما قلنا اللاكتيت اضافت 10 ملي مول فنقصت البايكارب 10 ملي مول او 10 ملي ايكوفلنت؟ يبقى اذا المقصود ايه؟ البايكارب نزل 10 دلتا البايكارب 10, ودلتا الانايون جاب زادت 10 لان اللاكتيت 10 وما كانش بتقاس, يبقى الاثنين ماشيين هاند ان هاند. يبقى القاعده دلتا الانايون جاب المفروض تساوي دلتا البايكارب اب تو, يعني ممكن دلتا الانايون جاب يزيد شويه على دلتا بايكارب اب تو 1.6 الى 1. لو لقيت اكتر من كده لا, يبقى في عندي ميكسد اسيد بيز ديستربت. يعني لو بصينا للمثال اللي قدام حضراتكم ده من غير ما نقرا, دلتا الانايون جاب مثلا بدل ما يطلع 12 طلع 40, والبايكارب في المساله مثلا نزلت من 25 ل 15, يبقى الانايون جاب 40 معناها ايه؟ زاد 28, والبايكارب من 25 ل 15 يبقى نقصت 10, يبقى 28 قصاد 10 2.8 الى 1. يبقى ده ميكسد اسيد بيز ديستربنس. الميكسد ده نوعه ايه؟ ميتابوليك اسيدوزس اند ميتابوليك الكالوزس. ازاي ميتابوليك الكالوزس يبقى ميتابوليك اسيدوزس؟ المفروض كان البايكارب تنزل قوي مع الهاي انايون جاب العالي, بس البايكارب ما نزلتش قوي عشان كده دلتا البايكارب قليل, كانه في سبب خلى يحصل شويه ريتنشن للبايكارب او نقص في ال HCL. يعني لو عندي المثال ده هفكر ان ده حاله هاي انايون جاب اسيدوزس بلس ايه معتصم فوميتنج, لان الفوميتنج هيلوس HCL. وعشان اريحكم
لو عنده هاي الانجاب اسيدوزس تمام، بدل ما احسب دلتا الانجاب، يعني لو قلنا الانجاب طالع 42 يبقى دلتا الانجاب كام؟ 30 زائد السيرم بايكارب، مش الدلتا، زائد السيرم بايكارب اللي قدام. لو صدم السيرم بايكارب بتاعي 15 يبقى 30 زائد 15 يساوي 45 اللي هو دلتا الانجاب زائد سيرم بايكربونات. لو اكسيد 32 يبقى مع حاله الهاي انايون جاب اسيدوزس في ميتابوليك الكالوزس كميكسد اسيد بيز ديستربنس. يبقى في الهاي انايون جاب اسيدوزس انا عاوز احسب الاوزمولار جاب عشان اشوف الالكهول، لو لقيت اوزمولار جاب اكتر من 10، وعاوز اشوف الدلتا. الدلتا ربما شخص ميكسد اسيد بيز زي ميتابوليك اسيدوزس مع الكالوز. طب لو لقيت العكس، دلتا الانايون جاب، الانايون جاب من 12 بقى 20 والبايكارب من 25 بقت 5. حد يعلق لي كده على دكتور هاني، يعلق لي على ال... علق لي على ال... على القصه دي كده. الانايون جاب 20 والسيرم بايكارب 5، ده معناه ايه؟ معناه ان في ثانيه، يعني ايه تخيلك هيجي ازاي؟ معناه ان في سم اسيدوزس اذر ذان ذا هاي انايون جاب، ممكن يكون مثلا هاي انايون جاب مع نون انايون جاب مع نورمال اسيدوزس. مظبوط، يبقى ده ميكسد هاي انايون جاب مع نورمال انايون جاب او نون انايون جاب اسيدوزس، يعني دياريه او رينال تيوب اسيدوزس زي ما هنيجي نقول بعد شويه. يبقى ده، يبقى انا كده خلصت. شكرا يا دكتور هاني، انا خلصت كده الايه الالجوريزم فور هاي انايون جاب اسيدوز. يبقى لا، اول حاجه بشوف انا في ميتابوليك اسيدوز ولا لا، بعدها بحسب الانايون جاب. الهاي انايون جاب طلع هاي انايون جاب اسيدوزس، يبقى بحسب خطوتين في السيرم، السيرم اوزمولار جاب ودلتا الانايون جاب لدلتا البايكارب. وقلنا من دلتا للدلتا المفروض 1:1، لو لقينا دلتا الانايون جاب زائد السيرم بايكارب اكسيد 32 يبقى ده هاي انايون جاب اسيدوزس ان ميتابوليك الكالوزس، وقلنا يفسرها مثلا فوميتنج. لو لقينا دلتا البايكارب هو اللي جامد قوي، يعني البايكارب نزل جامد اكتر من علو الانايون جاب، يبقى ده حاله نورمال انايون جاب مع هاي انايون جاب اسيدوز. طب النورمال انايون جاب اسيدوز معناه ايه؟ معناه الكلورايد نزل 10 فده ميتابوليك اسيدوز مفيش كلام، لكن الكلورايد زادهم يبقى اللي نقص من البايكارب اترمى على الكلورايد، يبقى الانايون جاب يفضل نورمال. يبقى نورمال انايون جاب اسمها الثاني نون انايون جاب، والهاي انايون جاب اسمها الثاني انايون جاب. يعني لو قلت انايون جاب اسيدوزس معناها هاي، لو قلت نون انايون او نورمال انايون جاب معناها ما فيش عندي انايون جاب اسيدوز. اسبابها زي ما انتم شايفين الاختصار اللي موجود ده، لكن اشهر سببين هما الدياريه والرينال تيوبولار اسيدوز. طيب لو انا شخصت نورمال او نون انايون جاب اسيدوزس، انا في الهاي انايون جاب اسيدوزس حسبت الاوزمولار جاب والدلتا للدلتا، في اليورين انايون جاب ينتقل اهتمامي لليورين، احسب اليورين انايون جاب واحسب اليورين اوزمولار جاب. فاليورين انايون جاب بيتحسب ازاي؟ اليورين صوديوم زائد البوتاسيوم في البول ماينس الكلورايد. انا لو عندي رينا تيوبولار اسيدوزس معناها ان الكيدني مش قادره تفرز امونيا، مش قادره تفرز امونيا عشان تاخد الهيدروجين، يبقى هيبقى الامونيا ديفكتيف، يبقى ديفكتيف امونيوم، يبقى اليورين صوديوم زائد بوتاسيوم هيكسيد الكلورايد. يبقى في حاله الرينا تيوبولار اسيدوزس اليورين انايون جاب هيبقى بوزيتيف. هيبقى بوزيتيف ليه؟ لان الكيدني مش قادره تطلع امونيا اللي بعد كده بتحول امونيوم وبتنزل في البول كامونيوم كلورايد. لكن في حالات الدياريه الكيدني عندها المقدره على ان هي تطلع امونيا، فالامونيا هتبقى ان اكسس فتاخد وتحول فتاخد الهيدروجين ايون وتعمل امونيوم، وبعدين امونيوم كلورايد ينزل بكثافه لدرجه ان الامونيا الكلورايد بيبقى اكتر من مجموع الصوديوم والبوتاسيوم، عشان كده يورين ايون جاب بيبقى بالنيجاتيف. يبقى في الدياريه اليورين ايون جاب نيجاتيف، وفي الار تي اي بيبقى بوزيتيف. هل بالضروره لو لقيت اليورين ايون جاب بوزيتيف ده يساوي 100% رينا تيوبولار اسيدوزس؟ الاجابه لا، الاغلبيه رينا تيوبولار اسيدوز. لكن ما ننساش اليورين ايون جاب فيه جبهتين، مجايز الصوديوم والبوتاسيوم هم اللي زايدين قوي في اليورين، مش الكلورايد اللي ايه اللي فيبقى مش الكلورايد هو اللي ديفكتيف عشان الامونيا ديفكتيف. فممكن يبقى الموست كومن كوز لو لقيت يورين انايون جاب نيجاتيف معناه دايري، لو لقيته بوزيتيف في الغالب الاعم دايرينال تيوبولار اسيدوزس في ديفكت في الامونيوم،
وعشان كده الامونيوم كلورايد قليل، فالكلورايد قليل الصوديوم بوتاسيوم هيبقى فوق البتاع ده، لكن ممكن يبقى الامونيوم سيكريشن اور اكسكريشن نورمال والديفكت هو زياده في الاكسكريشن اوف صوديوم بوتاسيوم، فهنجيلها بعد كده في حدوته. لازم نعرف ان اليورينري انديسس يورين ايون جاب لها ليميتيشن، والجدول اللي قدام حضراتكم ده بيوضح العلاقه اليورين ايون جاب والليميتيشن بتاعه، سواء هنا مثلا اكسس انايون يعني مثلا انديجينس كيتو اسيدز ولاكتيت او غيره، يبقى في اسباب بتانترفير مع الايه الفاليديتي وفايده الايه اليورين ايون جاب، فبنسميها اسباب بتعمل ميميكينج ريناتوبيك اسيدوز والعيان ما يبقاش عنده ار تي اي. انا هسيبكم تقروا الجدول ده باستفاضه، تثبتوا السلايد وتقروها عشان ما نضيعش وقت في الكلام. يبقى اول خطوه في اليورين ايون جاب سوري في النورمال ايون جاب اسيدوزز بحسب اليورين ايون جاب نيجاتيف يبقى دايريا، بوزيتيف يبقى ار تي اي او حاجه نادره هنقولها بعد شويه. طيب انا عاوز اتاكد فعلا، ما هو لا انا دلوقتي بقول البوزيتيف معناها ار تي اي او حاجه تانية، احلف ازاي الامونيا is excreted in a good amount وان الكيدني ما عندهاش مشكله ديفكت في التخلص من الهيدروجين ايون بفرز الامونيا؟ بنحسب حاجه اسمها يورين اوزمولر جاب، والوقت في حاليا اعتقد في كيتس بس مش متاح عندنا بتحسب الامونيا، فلو موجود الامونيا اقدر اقيس الامونيا يبقى كويس، الامونيا مقيسها في اليورين، مفيش بنحسبها من الاوزمولر جاب. يبقى اليورين امونيوم اكسكريشن هو اليورين اوزمولر جاب على 2. طب بحسب اليورين اوزمولر جاب ازاي؟ بحسب المعمل بيقيسهولي بس مو ميجرد يورين اوزمولاليتي اللي احنا متعودين عليه 800 500 100 1000 ومش عارف ايه الكلام اللي احنا عارفينه ده، وفي عندي المعادله اشوف الصوديوم والبوتاسيوم في البول واضربهم في 2، مجموعهم بيتضرب في 2، واليورين نيتروجين في البول على 2.8 والجلوكوز في البول على 18 علشان احول كل الملي مول عشان يبقى موز مول، ده هيديني الميجرد يورين اوزمولاليتي. يبقى سوري كالكوليتد اوزمولاليتي ده الكالكوليتد، اطرحه من الميجرد اللي المعمل مطلعه هيديني الاوزمولار جاب، اقسم الاوزمولار جاب على 2، فلو لقيت بعد قسمته على 2 طالع فوق ال 100 يبقى معناها الامونيا از اكسكريتد، لقيته ديفكتيف يبقى معناها ان الامونيا از ديفكتيف. وبرضه زي ما قلنا في ليميتيشنز لليورين انايون جاب، في ليميتيشنز لليورين اوزمولار جاب بيجي على راسها الايه اليوريثريت انفكشن والاوكلت انايونز واذر ماتيريالز موجوده زي المانيتول والايثانول. يبقى ده هياخدنا لسكه ان احنا نتكلم شويه على الريناتوبيك اسيدوزس برضه مش بالتفصيل. احنا عندنا هنا في الديستال تايب اللي هو الكلاسيك بنسميه كلاسيك او ديستال تايب اللي هو ده كلاسيك او ديستال ار تي اي، وفي بروكسيمال ار تي اي، وفي هايبركاليميك او تايب 4 ار تي اي. يميزهم ايه؟ البوتاسيوم في الاثنين دول الديستال والبروكسيمال تايب 1 وتايب 2، الديستال تايب 1 والبروكسيمال تايب 2، الاثنين البوتاسيوم فيهم قليل في السيرم. هنا فيها هايبركاليميا فالبوتاسيوم يبقى البوتاسيوم عالي. هنا هو تبص على في الديستال تايب يميزه برضه الهايبركالسوريا والنيفروكالسينوزيس والديفكتيف سيتريت اكسكريشن وبون ليجنز، يبقى ده كل دي حاجات معاه. البروكسيمال ار تي اي ده معاه الفانكوني معاه امينو اسيدوريا وجلوكوزوريا، يبقى احنا اوير بالتقسيمه دي. لكن تايب 4 بما معاه هايبركاليميا علشان ديفكتيف الالدسترول اتس اوكي. وده الجوريزم بنقول عندنا احنا بنتعامل مع ايه، بنبص على البوتاسيوم وبعد كده يعني مثلا هنا في انا شاك في رينوتوبيك اسيدوزس يبقى اسس البروكسيمال توبولار فانكشن اشوف فيه جلوكوزوريا ولا فيه امينو اسيدوريا ولا لا، لو لقيت فيه ابنورمال بروتونوريا وجلوكوزوريا واسيدوريا والكلام ده يبقى انا بتعامل مع بروكسيمال ار تي اي او تايب 2 ار تي اي. البروكسيمال توبولار فانكشن نورمال اعمل ميجرمنت للبلازما بوتاسيوم، البوتاسيوم عالي يبقى ده هايبركاليميك ار تي اي هو تايب 4 ار تي اي. اعمل ميجرمنت لليورين بي اتش، البي اتش قليل يبقى ده لو من راكو كورتكوت سيكريشن.
ال pH لقيته عالي فوق 5.5 يبقى في collecting ضغط abnormality. يبقى إذن القصة دي مهمة، يعني لو لقيت البوتاسيوم عالي يبقى المشكلة يا في الألدوسترون يا في collecting ضغط. أعرفها إزاي؟ اليورين pH قليل مع بقية الشغلانة يبقى ده defect في المينرال كورتيكويد سيكريشن. اليورين pH عالي يبقى ده collecting ضغط abnormality. طيب لا لقيت البلازما صوديوم قليل البوتاسيوم قليل يبقى ميجر اليورين بي اتش اند بلازما بوتاسيوم ليفل. البلازما البوتاسيوم تحت 3.5 واليورين بي اتش فوق 5.5 يبقى دي حاله هايبوكاليميك ديسل ار تي اي تايب 1. البلازما بوتاسيوم من 3.5 ل 5 واليورين بي اتش اقل من 5.5 يبقى ار تي اي اوفرينال امبيرمنت. يبقى انا عندي كده كوكتيل بس عشان نعرف منه البروكسيمال من الديسل ار تي اي والديسل ار تي اي الايسوليتد من الار تي اي اللي مع يورينري مع رينال امبيرمنت. نفس الكلام تاني اهوت بطريقه اخرى، بدل ما كنت بادئ هنا اهوت بالبلازما بوتاسيوم هنا بادئ باليورين بي اتش وبعد كده اتحرك بتوصل بتوصلني نفس الايه الدياجنوز. يعني البي اتش لو قليل اقل من 5.5 بشوف البلازما الدسترون قليل يبقى البلازما كورتيزول قليل يبقى اديسون. هنا الالدوسترون عالي هنا هوت يبقى ده الالدوسترون ريزيستنس وهكذا. هنا اليورين بي اتش فوق 5.5 يبقى ده همشي في الاتجاه التاني. ما انساش ان عندي بيت فولز، في بيت فولز اليورين بي اتش. يبقى زي ما قلنا في الجزء ده في عندي بيت فول ليميتيشنز لليورين انايون جاب، في ليميتيشن لليورين اوزمولار جاب. قلنا البي اتش ممكن يديني ريفاينمنت التايب اوف ار تي اي، لازم اعرف ان في اسباب اخرى بتنترفير مع البي اتش اوف ذا يورين. يعني سيتويشن هوت يورين بي اتش كانوت بي اقل من 5.5 باي كاربوناتوريا اوف اني كوز، يعني مش بالضروره تبقى ار تي اي، ده ممكن يبقى عندي حاجه بتعمل باي كاربوناتوريا او ميتابوليك الكالوزس او امبيرد ديستال بوتاسيوم سيكريشن او ار تي اي كلاسيك او انديكوت صوديوم ديليفري في الهباتو رينال سيندروم. يبقى في حاجات بتغير البي اتش ممكن تبقى ار تي اي او اسباب اخرى. واسباب تخلي البي اتش اقل من 5.5 اكوت ميتابوليك اسيدوزس، لاك اوف يورين امونيوم بافر، امونيا بافر في حالات اللي هو تايب 4 ار تي اي، هاي اسيد لود. ولو انا بعمل بروفاكتيف تيست ساتش اس فريسومايد او زائد هيدروكورتيزون او صوديوم سلفيت، يبقى لابد ابقى عارف ان كل تيست سيبريت له ليميتيشن. خلينا نرجع تاني للميتابوليك اسيدوز. يبقى الميتابوليك اسيدوز اول ما بشخصها بقول هي ترى انا عندي انايون جاب هاي ولا نورمال. طيب عنده هاي انايون جاب اسيدوزيس بعمل الاوزمولر جاب عشان اشوف الكحول ولا لا، لو الاوزمولر جاب عالي وبشوف الدلتا للدلتا عشان اشخص هاي انايون جاب اسيدوزيس مع ميتابوليك الكالوزيس او هاي انايون جاب اسيدوزيس مع نورمال انايون جاب اسيدوزيس كومبوننت. لقيت نورمال انايون جاب اسيدوزيس يبقى بحسب في اليورين يورين انايون جاب عشان اشوف عندي ار تي اي ولا ما عنديش ار تي اي. عاوز احلف ان في ار تي اي اشوف اليورين اوزمولر جاب. اليورين اوزمولر جاب قليل معناها الامونيا سيكريشن قليل معناها ان في ار تي اي. وديت بشكل او يعني من كده من السيكريت بيحط لك اسئله وتجاب عليها. اذا كونتنت اوف بايكارب لو ان دي اكسترا سوا فلويد يبقى ده بنشوف البارامتر تو بي اسيسد، بنشوف الفوليوم ويعبر عنه الهيماتوكريت. هاف نيو اسيد اكيوميليتد ابيرنس اوف نيو انايونز احسب البلازما انايون جاب. ار توكسيك الكحول ار ذير احسب البلازما اوزمولار جاب. Is there a response? Is the renal response to acidemia adequate? Examine the rate of excretion of NH4 بعد حساب اليورين اوزمولر جاب. If sodium excretion is high, which anion was excreted? بتشوف اليورين كلورايد واليورين انايون جاب. What is the basis for low rate of excretion of ammonium? بنشوف قصة اليورين بي اتش وهكذا. خلينا بقى احنا الوقتي هبدا افتح الاسئله لانه علشان الناس ما تزهقش مني. انا هحل المساله الاولانيه البي اتش 7.4 البي سي 42 ده نورمال، البايكارب 24 نورمال، الايون جاب 10 نورمال،
دلتا البايكارب زيرو، دلتا الايون جاب زيرو، يبقى انا في حاله ديت، الحاله ديت حاله كان صعب عشان كده حلتها، ده نورمال بيرسون. هنيجي يا ريت مع كل مساله حد من الزملاء اللي معايا على الاونلاين يرفع ايده عشان نتناقش مع بعض، وما فيش مشكله خالص في الخطا. اول مساله الدكتور هاني، افتح الدكتور هاني يا معتصم. So BH is low which can be explained by the low bicarb. يبقى حالة metabolic acidosis. Metabolic acidosis and the BCO2 is low. So there is a compensation and I think the compensation is adequate for the anion gap. It's high. Yes. High anion gap acidosis. صح؟ هو هنا الانايون جاب بلس 20. بلس 20 ايوه ايوه 20 بهاي انايون جاب، والدلتا زي الدلتا، يبقى بمناء أيوة. على المعطيات اللي موجوده ديت حاله هاي انايون جاب اسيدوز، ايوه بيور هاي انايون. نشوف المساله الثانيه كده، خليك معايا برضه دكتور هاني. طيب البي اتش لو which also can be explained by the bicarb, so it's metabolic acidosis. الانايون جاب 20 دلتا الانايون جاب 10، يعني لو قلنا هو 12 او 10 فهو هنا 10 دلتا الانايون جاب، لكن دلتا البايكارب 18، البايكارب نزلت اخطر من اللزوم، يعني كان المفروض مع الانايون جاب ده المفروض كان البايكارب كان بكتير ومثلا نقصت كام، نقصت 10 تبقى 15 مثلا، ما تبقاش 6، فمعناه ان ده ايه، كو اكزيستنس هاي اناين، معناه مع نورمال انايون جاب. كويس، المثال الثالث ده سهل، ده 7.5 معناها الكالوزس، يفسرها البايكارب العالي، فده حاله ميتابوليك الكالوز. هناخد المثال الاخير يا دكتور هاني، ده 7.38 ده يا اما نورمال بي اتش، يا اما اسيدوزس كومبنسيت، يبقى ده البرايمري اسيد بيز، لو فيه يبقى اسيدوز. الأسيدوز هنا ده بايكارب 20 يبقى ميتابوليك. ميتابوليك أسيدوزس which is compensated. لا هنا ماشي، وبعد كده بقى لسه المسألة ما خلصتش. الأنايون جاب 26 لكن دلتا البايكارب ناقص 4، البايكارب نزل من 24 ل 20 لكن الأنايون جاب 16. دلتا الأنايون جاب 16. من 10 بقى 26. لو جمعت 16 مع السيرم بايكارب اللي هنا أهو، يعني الدلتا الانايون جاب زائد البايكارب هيبقى 36 اكتر من 32، يبقى ده حاله هاي انايون جاب اسيدوزس ويز ميتابوليك الكالوز. ايوه الدفرنس مور ذان 32 اكتر من 32. برافو. انا طبعا مش هقعد اشرح الميكسد اسيد بيز ديستربنس، كلمه سمبل اسيد بيز يعني حاله يا اما ميتابوليك يا ريسبيراتوري واسيدوز الكالوز، لما يبقى كومباينيشن بقى ميكسد، فالميكسد ممكن يبقى two or more simple acid base disorders أو two or more forms of a simple disturbances. وهنا طبعا إيه، أنا مش هخش في القصة دي، أنا خلونا نخش لنقطة مهمة، لأن أنا قايل فوكس على الميتابوليك أسيدوزس في عيان الكرونيك كيدني ديزيز. لازم نعرف الكلام ده يا جماعة، في اللو جي اف ار بيبقى في 2 فولد هاير ريسك اوف ان ستيج 3، يعني في عيان السي كي دي ستيج 3 في 2 فولد، ده ايه؟ ده الريسك اوف ميتابوليك اسيدوز 2 فولد هاير في ستيج 3 سي كي دي و7 فولد هاير في ستيج 4. كومبيرد لكام بقى؟ كومبيرد وذ ستيج 2 سي كي دي، يعني لو قارنت 3 اللي هي تحت ال 60 مللي بير مينت سي كي دي ب 2 هلاقي 2 فولد زياده في الميتابوليك اسيدوز. عشان كده نفسي نهتم بالاسيدوزس في عيان السي كي دي حتى في الايرلي ستيجز. اللو امونيوم اكسكريشن 2 فولد هاير ريسك اوف انسولين اسيدوزس، لان لو امونيا معناها ان الكيدني ما بتنزلش امونيا كويس ففي اسيدوز. الهايبركاليميا 2.5 فولد هاير ريسك لو البوتاسيوم فوق الخمسة. الالبومينوريا 2 فولد هاير ريسك لو اكتر من 30 ملي جرام بير جرام البومين للكرياتينين. السموكينج 43% هاير ريسك. الانيميا 40% هاير ريسك. الهاير سيرم البومين 35% هاير ريسك فور اتش 1 جرام انكريز ان البومين.
الدايريتك يوز بتقلل، معظم الدايريتك بتعمل الكالوزيس باستثناء الاسيتوزولاميد. اليوز اوف اس اور اربس بيعملوا 24% هاير ريسك. يبقى ده في خريطه السي كي دي والاسيدوزيس بتزيد وقلنا الدايريتك بتقل. اوكي، فيبقى تاني من الكور كوريكولم بتاع 2019 الريسك فاكتورز فور ميتابوليك اسيدوز ان كورونيك كيدني ديزيز بتشمل الفاكتورز اللي قدام حضراتكم دي: ريديوس دي جي اف ار، هايبركاليميا، ريديوس يورين اسيد اكسكريشن، البيمينوريا، سموكينج، انيميا، هاير سيرم البوم كونسنتريشن، نون يوز اوف دايوريتكس لان احنا قلنا الدايوريتك بتعمل الكالوزيس ما عدا الاسيتوزولاميد، الاس انهيبيتور والاربس، كل ده مناخ في السي كي دي بيزود الريسك اوف اسيدوز. مصطلح انا حابب اشارككم معايا فيه اسمه هيدروجين ستريس. هيدروجين ستريس يعني ميتابوليك اسيدوزيس بيعمل ايه في الكيدني؟ بيزود السي كي دي بروجريشن. والهيدروجين ستريس ممكن يجي من الدايت، يبقى انا عندي اسيديك دايت، واعتقد في سلايد بعد كده هتوري الاسيد لود باي دايت. ففي عندي اسيديك دايت وفي عندي الكالي دايت. الاسيديك دايت بتعمل هيدروجين ستريس، الهيدروجين ستريس بيخلي الكيدني تبقى في حاله ستريسفول سيتويشن، تزود الامونيا عشان تعمل بافرنج للهيدروجين اكسس، يزيد الانجيوتنسين 2 بزياده الامونيا، الالدوسترون يزيد، الاندوثيلين 1 يزيد، كل الكلام ده انفلاميشن وانجيوتنسين باثوي وامونيا، كل الكلام ده بيزود الريت اوف بروجريشن اوف سي كي دي. لو احنا ثبتنا القصه ده هنلاقي اللي بيأثر على السي كي دي بروجريشن، هتلاقي اللي واخد بلس يبقى انهانسر، واللي واخد نيجاتيف يبقى بريديوس السي كي دي بروجريشن. يبقى الهاي هيدروجين دايت والهاي اسيد لود والميتابوليك اسيدوزيس، كل الكلام ده انهانسر لكورونيك كيدني ديزيز بروجريشن، العكس بيقلل الريت اوف بروجريشن اوف سي كي دي. وده دور الاكل. انا عندي ويمكن السلايد دي استخدمتها اكتر من مره لغايه دلوقتي، لو انا في الاتجاه ده يبقى البوتنشال رينال اسيد لود بالبوزيتيف زايد، الهارد بروسيس ديشيز، الايج يوكس، الميت والفش اللحوم والكلام ده كل ده بوزيتيف اسيد لود. لو جينا للفروتس والفيجيتابلز معظمها ناحيه البيز بروديوسينج، هتقول البوتنشال رينال اسيد لود بالنيجاتيف. الريزن ده الزبيب، فيبقى اذا كل ما شجعت الفروتس والفيجيتابلز كل ما كان الايه بظبط الاسيد لود. فال نيجي بقى للتريتمنت. التريتمنت المتاح عندي حاجتين، يا اما الدايت، والدايت ده مانيبيليشن من الايرلي ستيجز، مش هستنى ما ابقى في ستيج 4 سي كي دي وابقى الان من الكومبينيشن من الدايت بلانت سورس مع اس انهيبيتور وخايف من الهايبركاليميا. انا ابدا من بدري قوي هقلل الاسيدوزيس واقلل الريت اوف بروجريشن اوف سي كي دي، ودايت ريجيمين ممكن تبقى ايكويفالنت للبايكارب سبلمنت. لا انا لقيت اسيدوزيس والدايت مش جايب نتيجه، يبقى هضطر اضيف صوديوم بايكربونات. فلو البايكارب في السيرم من 19 ل 22 في الرينج ده، يبقى هبدا ب 655 ملي جرام صوديوم بايكارب توايس ديلي. لو تحت ال 18 لا انا هعمل دبل دوز من الاول 1300 ملي جرام توايس ديلي، وبشوف الريت بتاعي وبشوف انا وصلت للتارجت ولا لا. وهنا التارجت 24 ل 26 اللي هيجي بعد كده هوصف واقول عليه سويت سبوت. سويت سبوت يعني ده اعظم تارجت للبايكارب انا عاوزه، وهشرح بعد شويه ليه. يبقى السويت سبوت سيرم بايكارب من 24 ل 26، لان ثبت انه الليفل من 24 ل 26 هو الليفل اللي عنده الليست كومبليكيشن. تحت ال 24 يبدا المشاكل. لو شايفين هنا، شايف دكتور مصطفى معايا هنا فوق ايه؟ زياده الريسك اوف سي كي دي بروجريشن. تحت ال 24 يبدا السي كي دي بروجريشن. تحت ال 22 البون ديمينراليزيشن والسكليتال ماسل كاتابوليزم وانكريز ريسك اوف ديث. يبقى انا كمان عندي نهوت، انا بمهد لحاجه بقى هقولها بعد شويه. انا مش عاوز العين يبقى 22 بالظبط، لان 22 بالظبط معناها ان الكدني عامله بفر. والكدني عامله بفر بتعمله ازاي؟ بتطلع امونيا. تطلع امونيا، يبقى الامونيا كونسنتريشن في الكلى زايد. increased level of ammonia in renal tissue is hazardous، هيزود الراس سيستم والاندوثيلين والانفلاميشن والرينال فايبروز. انا مش عاوز كده،
انا مش عاوز اعتمد على البفر. فعشان كده السويت سبوت من 24 فوق ال 26 يزيد بقى مشاكل الهارت فيلر. ما ننسوش ان احنا بنعالج بصوديوم بايكربونات والفاسكل كالسيفيكيشن وريسك اوف ديث. يبقى ده سيفست, ودي ساعات بنجيبها سؤال ام اس كيو, سيفست ليفل اوف سيرم بايكربونات هو من 24 ل 26, وبيسمونا سويت سبوت, النقطه الجميله. ده سيستماتيك ريفيو لطيف جدا للميتابوليك اسيدوزس, شمل معظم الاستاذ اللي اتعملت قبل نشر المقاله ديت. وهنا الدايتري, انا بركز على الدايتري عشان المسج اللي عاوز اقولها ان انا ممكن بالدايت اقلل الاسيدوز. وخلي بالكم الناس الشرهين في الملح السولت كونسيومرز الاسيدوز فيهم زياده, لان الكلورايد في الاكل. ليه يا دكتور مصطفى زياده الاكل الصوديوم يزود الاسيدوزس؟ احنا قلنا مظبوط, احنا قلنا في الجزء الاولاني, وده عشان كده حطيت القصه دي, الصوديوم الى الكلورايد كم يا معتصم؟ 1.4:1. انا الصوديوم كلورايد ده 1:1, فانا لو كلت كميه 1:1 كتير يبقى انا بديستورب الكلورايد. الهايبر كلوريميا ممكن تبقى تزود الاسيدوز. فعشان كده الناس تتعلم تقلل الصوديوم في الاكل. والفروتس والفيجيتابلز غنيه بالبيزس, يبقى النباتات. شايفين هنا ايه اللي حصل؟ السلوور ديكلاين ان استيميت جي اف ار ات ذا اند اوف ذا ستادي بيريود في السيستماتيك ريفيو ده لصالح الدايت ريجيمن, الدايت انترفينشن فيرسس كنترول. البوتنشال ريدوس ريسك اوف اند ستيج برضه الدايت مهمه. ويمكن ده خلاصه السيستماتيك ريفيو اللي كان فيها 14 ترايلز و1394 انسان, انه البايكارب هيزيد يس yes. الجي اف ار هيقل او قل الجي اف ار هي يعني الجي اف ار الريت اوف بروجريشن اوف سي كي دي هيقل شويه, بس ده هنا الليفل اوف ايفيدنس مودريت سيرتينيتي. والبروتكشن من ان ستيج اوف لو سيرتينيتي, لكن هيبقى في زياده في الهايبرتنشن لان الصوديوم بايكربونات في النهايه فيها صوديوم. نخلي بالنا لو انا عاوز استفيد من الصوديوم بايكربونات عشان اصلح الاسيدوزس ولا يصاحبها هايبرتنشن ولا هارت فيلير من زياده الصوديوم جين, لان ده المشكله الرئيسيه في الصوديوم بايكربونات ان فيها صوديوم. تمام, اعمل ايه بقى؟ ابقى دراستيك ريدكشن اوف صوديوم كلوريد انتيك في الدايت. وهنا ما يمكن انا بحب السلايد ديت, انه العيان يبقى فيري ريستريكتيف. لو هديله صوديوم بايكربونات يبقى فيري ريستريكتيف للصوديوم كلوريد, لدرجه عاوز 10 ل 30 مللي ايكوفلنت بير داي. انتوا عارفين 10 مللي ايكوفلنت بير داي ده من الصوديوم كلوريد يساوي ايه؟ انا عندي الصوديوم كلوريد, الصوديوم الوزن الجزيئي بتاعه 23 وكلوريد 35.5, فال 10 مللي ايكوفلنت يعني 58.5 في 10 يبقى كام؟ 600 مللي جرام ل 1800 مللي جرام, يعني اقل من 2 جرام. يبقى 10 ل 30 مللي ايكوفلنت بير داي صوديوم كلورايد بضرب في 58.5, ضربته في 58.5 عشان احول مللي ايكوفلنت لمللي جرام. ليه؟ لانه الوزن المللي ايكوفلنت من الصوديوم 23 مللي جرام و 35.5 من الايه؟ من الكلورايد, يبقى الكلورايد هتقل. عشان كده يا جماعه ارجوكم لما تقروا الجايد لاينز, وقلتها مرارا وتكرارا, لما تقروا الجايد لاينز تشوفوا هل الريكومنديشن صوديوم ولا صوديوم كلورايد. لو بالصوديوم كلورايد خلاص ابقى فاهم الجرامات صوديوم كلورايد يبقى ده ملح الطعام. لكن لو ريكومنديشن صوديوم, لو قال لك 2 جرام صوديوم هي 5 جرام او اكتر شويه من الصوديوم كلورايد, لان الكلورايد اتقل من الصوديوم. يبقى عارفين الريكومنديشن بتقول ايه. لو العين ياخد صوديوم بايكربونات يبقى الصوديوم كلورايد ينزل تحت ال 2 جرام بير داي, يعني تلت معلقه شاي. فده تبقى حاجه كانه يبقى فيري ريستريكتيف بالمقارنه بالوضع التقليدي اللي هو معلقه صغيره من الشاي 5 او 6 جرام صوديوم كلورايد بير داي. يبقى لو اديت صوديوم بايكارب لازم ابقى محفظ العيان ما الصوديوم كلورايد يبعد عنه. يمكن الامل في الدواء ده, الدواء ده اسمه فيفريمير, ده اتش اس ال بايندر, ده بوليمر بيابسورب الصوديوم الاتش اس ال وذاوت ادينج صوديوم. يبقى ده الجمال بتاع القصه بتاع الدواء ده,
هنا في 3 ستادي في اللانسيت في ابريل الماضي ورى انه افكتيف تصليح الاسيدوز جميل. وبعد كده ستادي تانية هنا 40 اسبوع اكستنشن ورى برضو انه افكتيف وبيقلل الكومبوزيت اند بوينت الرينال ريبليسمنت ثيرابي والكلام ده مفيد جدا. في اونجوينج ستادي هتطلع في 2022 على عدد مش قليل من العيانين اهي قدام حضراتكم اهيت هتاجب على السؤال الاجابه الفاصله انه الدواء ده مفيد للريدكشن للريتارديشن اوف سي كي دي. ويمكن ده من الريفيجن بتاع الدواء الشركه بتاعته اللي هي تريسيدا اناونسد اف دي اكسبتنس اوف نيو دراج ابلكيشن فور فيفريمير ومنتظر ان الاف دي يدي الابروفال ويبقى ده حاجه عظيمه جدا في اغسطس السنه دي. فيبقى عارفين احنا متحرك ازاي. انا قلت لكم النقطه المضيئه او النقطه الجميله من 24 وقلت انا ما بحبش ال 22 صح. ايه ال 22 قصه ال 22 ده في مصطلح ظهر على السطح بقى له سنتين او اكتر اسمه سب كلينيكال ميتابوليك اسيدوز او ايو باي كاربوناتيميك ايو باي كاربوناتيميك اسيدوز. يعني ايه ايو باي كاربوناتيميك؟ العيان اللي عنده مايلد رينال امبيرمنت او سي كي دي ستيجز اللي هي الاولانيه ديت البايكارب 22 يعني لو لقيت واحد كرياتين 1.5 وعنده شويه البيمينوريا والبايكارب 22 ابقى عارف ان الكيدني كومبنسيتد زودت الامونيا جينريشن عشان الشخص يفقد هيدروجين ايون على حساب ايه الهازرز في امونيا. عشان كده احنا مش عاوزين 22 عاوزين 24. يبقى مانيبوليتد دايت الكرياتين 1.5 اقدر اديله بلاند سورس فروتس وفيجيتابلز وقلل الحاجات اللي هي الحيوانيه والهارد تشيز والايج يوك ده ممكن يظبط لي الاسيد بيز ويرفعه لي ل 24. وما انساش امونيتور الايه يبقى انا مش عاوز السب كلينيكال ومش عاوز الكلينيكال الارقام اللي هي الفجه السيفير اسيدوز. اوكي هناخد بعض السبيشال كيسز علشان ايه ما نطولش قوي. ده واحده ست 19 سنه تولوين ابيوزر ادميتد يو تو بروجريسيف ورسنينج جنرالايز ويكنس عندها مصل فتيج. الغازات قدامي اهو يا نفس حد دكتور هاني احنا هنشتغل على دكتور هاني لانه ما جنبوش حد بيهيص وعشان يركز معايا جامد. دكتور هاني ايوه بص كده على الاسيد بيز واحده واحده كده مع بعض. انا عندي هنا طبعا ملاحظ ان البوتاسيوم قليل قوي 1.5 فما نستغربش من مصل ويكنس ومع ميتابوليك اسيدوز معناه ان البوتاسيوم وست تماما. نركز بقى على البي اتش ده ايه اسيدوز. البايكارب فين؟ البايكارب تاني يبقى ميتابوليك وطيب والكومبنسيشن رايك في ايه فين السي او 2 في CO2 35. هل ده بروبر كومبنسيشن؟ لا شود بي ليس شود بي ليس يبقى في ريسبتر اسيدوزس معانا يبقى عندي ميتابوليك اسيدوزس وريسبتر اسيدوزس يعني كومباين. طيب الميتابوليك اسيدوزس الانايون جاب اخباره ايه؟ الانايون جاب الصوديوم 36 10 هاي انايون جاب هاي انايون جاب يعني 136 ناقص طب دلتا الانايون جاب دلتا الانايون جاب كام؟ انت حسبت الانايون جاب طلع معاك كام؟ 5 الانايون جاب يبقى دلتا الانايون جاب 15 ودلتا البايكارب كام؟ دلتا البايكارب 14 تقريبا. لا هو دلتا الانايون جاب كام هنا يا دكتور هاني؟ الصوديوم 136 وكلورايد والبايكارب 135 31 دلتا الانايون جاب 25 بس معايا 125 من 136 يبقى 11 ودلتا البايكارب 15 يعني البايكارب الدلتا بتاعها اكتر يبقى ده نورمال انايون جاب اسيدوز كمان مع هاي انايون جاب اسيدوز يبقى انا عندي تريبل اسيدوز هاي انايون جاب اسيدوزس نورمال انايون جاب نورمال مع ريسبتر اسيدوز. طيب هتبقى هنا اليورين انايون جاب اخباره ايه 42 و 38 يعني 80 في 2 160 ناقص 65 يبقى ده ايه بوزيتيف ولا ايه؟ 2 بوزيتيف ايوه
بوزيتيف انايون يورين انايون جاب ده معناه ار تي اي ولا لا؟ سؤال يعني شوف السؤال اللي كانوا حاطينه ده، لان ده من السي جاسينو بيقول لك الحاله ديت هل فيها بروكسيمال ار تي اي ولا ار تي اي اوف رينال امبيرمنت ولا اوفر برودكشن اوف ان اورجانيك اسيد ولا ديستال ار تي اي؟ يعني عندنا ثلاثه اورجانيك ها؟ لا لا ده تلوين فهو اورجانيك اسيد. عرفت انه تلوين ازاي؟ ما احنا قلنا في الاول ان هو بيشنت ستيكينج وتلوين والتلوين هيعمل ليه هيعمل التلوين هيعمل ايه؟ بتحول لبايروفيت تقريبا فيقوم يعمل اسيد. لا ما هو التلوين ليه هنا ما فيش ار تي اي وانت قلت تلوين؟ احنا مش اتفقنا اليورين انايون جاب بالبوزيتيف معناها ار تي اي وممكن تبقى زياده صوديوم بوتاسيوم. التلوين ميتابولايز الميتابوليزم اوف تلوين بيبقى عن طريق بيتحول لايه؟ بيزود الصوديوم بنزويت بينزل كبنزويت، البنزويت يبقى بايند الصوديوم فيزود الصوديوم اكسكريشن فيعمل لي خلل في المعادله لصالح البوزيتيف، يبقى الانيون جاب بوزيتيف على الرغم من الامونيا سكريشن نورمال. انا عاوز اتاكد الامونيا سكريشن نورمال احسب ايه؟ الاوزمولر جاب ونشوف نقسم على 2 احسب بالظبط كده. هنمشي مع بعض، انا السيرم انيون جاب هنا 21، الدلتا انيون جاب 9 باعتبار ان النورمال انيون جاب 12، البايكارب دلتا البايكارب 14، فهنا دلتا البايكارب اكسيد دلتا الانيون جاب، يبقى ده زي ما قلنا عشان كده هاي انيون جاب اسيدوزس مع النورمال انيون جاب اسيدوز. البيسو 2 ما هوش كومبنسيتد بشكل كافي، يبقى في ريسبيتوري اسيدوز في هايبو فنتيليشن. اليورين ايون جاب مجموع اليورين صوديوم زي اليورين بوتاسيوم ماينس اليورين كلورايد، لو حققنا ده في المعادله ديت 80 ناقص 65 يبقى 15 بالبوزيتيف. طيب تمام، اليورين اوزمولر جاب بتحسب ازاي؟ الاثنين في الصوديوم زائد البوتاسيوم يعني 2 في 80 160 زائد اليورين نيتروجين على 2.8 زائد الجلوكوز على 18. هنا لما حسبوه الكالكوليتد يورين اوزمولاريتي 173 والميجرد اوزمولاريتي 610 تحت، يبقى 610 ناقص ال 173 يساوي كام؟ 436. يبقى اليورين اوزمولار جاب 436، الامونيا نص الكلام ده، فالامونيوم سكريشن هيبقى 218. 200 ده رقم كبير جدا، فمعناها الكدني ما فيش فيها ديفكت في الاكسكريشن اوف امونيا، يبقى ما فيش ار تي اي. امال ايه التفسير؟ ان التلوين ميتابولايز البنزويت بينزل معاه هيبيوريت وصوديوم، بنزويت وهيبيوريت الاثنين بينزلوا مع الصوديوم. تمام؟ والحاله ديت قبل ما اسيبها طبعا لو هعمل لها تريتمنت المفروض اعمل تريتمنت الاول قبل ما اصلح الاسيدوزس لازم اصلح البوتاسيوم، لان البوتاسيوم 1.8 في عيان اسيدوتيك لو اديت باي كارب العيان هتبقى بارلايزد مش هتبقى ويكنس، فلازم ادي بوتاسيوم الاول قبل ما ادي بايكربونيت ووقف التلوين، هتبقى بعد كده الامور هتظبط. جميل، خليك معايا برضه يا دكتور هاني. انت جالك واحده ستة هي 22 سنه جايه في الاستقبال في الامرجنسي، انت قاعد في عندك في المستشفى الملك فهد، والست دي جات لك ديستربد ليفر كونشس وميتابوليك اسيدوز، جيت تعمل الانيون جاب لقيته نيجاتيف. معايا يا دكتور هاني؟ ايوه يا فندم. عندك ميتابوليك اسيدوزس وذ نيجاتيف انيون جاب وعيان ديستربد ليفر اوف كونشسنس، تفكر في ايه؟ ايه اللابوراتوري بارامترز اللي تطلبها بعد كده وليه؟ والله هو لو نيجاتيف انايون جاب انا افكر انها ممكن تكون حاجه دراج انديوست، حاجه من حاجات الهيربال، حاجات او حاجه بتاخد الحاجات اللي فيها برومايد زي البايريدوستجمين، الحاجات اللي هي السايكاتري ميديكيشن. البرومايد والبايريدوستجمين هتعمل ميتابوليك اسيدوز ليه؟ انت لو جاي لك حد ديستربد ليفل اوف كونشسنس واسيدوتيك السلسليت، يبقى السلسليت رغم ان السلسليت برافو انت راجل ممتاز، رغم ان السلسليت اصلا بتعمل هاي انايون جاب اسيدوزس، يعني السلسليت بتعمل هاي انايون جاب اسيدوز، لكن من اسباب النيجاتيف ليه بتعمل نيجاتيف انايون جاب السلسليت يا دكتور هاني؟ يبقى انا هنا لازم اطلب امينو سلسليك اسيد ليفل، وممكن تبقى حاله اسبرين انتوكسيكيشن، والعينه دي ممكن اعمل لها دياليسيس تبقى زي الفل. الـ هنا ليه السؤال بقى ليه السلسليت بيعمل نيجاتيف انايون جاب؟ لو عرفتها ابعت لك هديه. هو المعمل المفروض ان بيقرا كلورايد بالغلط يعني. صح برافو،
يبقى نوضحها علشان الناس اللي معانا يستوعبوا القصه دي. انا عندي السلسله اهو. الكلورايد طبعا الجهاز بيحسبه اللي عندنا، الجهاز بيقيسه. لو القياس عندي ثلاث انواع من الاجهزه، في انتجرا اندايركت وفي دايركت وفي سي اكس 3 دلتا، على حسب انت عندك ايه بيقيس. فلو انت عندك الاخراني ده اللي بيقيس ايا كان السلسله، الكلورايد بتقاس طبيعي اهو، مفيش مشكله خالص. يبقى اذا ده مش هيعمل لك نيجاتيف انايون جاب، ده هيطلع لك هاي انايون جاب اسيدوزس، لان هيبقى سلسله انتوكسيكيشن ده بتعمل هاي انايون جاب اسيدوز. لو انت عندك الانتجرا دايركت دهوت اللي بيقيس والسلسله مثلا طالع 60 ملي جرام بير ديسيليتر، الكلورايد هيطلع 140، لانه بيقرا السلسله عن انه كلورايد، يبقى سودو هايبر كلوريميا. ولو عندك التال الاخير ده هيبقى الرقم اعلى واعلى، 180 كلورايد بدل 103 180، هو بالنيجاتيف هيعمل لي نيجاتيف انايون جاب جامد جدا. نحط في الحسبان ان الموست كومن كوز اوف نيجاتيف يورين، سوري، الموست كومن كوز اوف نيجاتيف سيرم انايون جاب هو لاب ايرور. لكن في الكونتكست ديت ما اقولش لاب ايرور، هنا مثلا كونتكست اسيدوزس والديستربت كونشس ليفل، لازم اقيس السالسيليك اسيد في البلاد، لان هعمل ديفينيتيف تريتمنت للسالسيليك انتوكسيكيشن. الحاجه الثانيه الكوز اوف نيجاتيف انايون جاب، يا ريت كلكم تبصوا على السلايد ديت بتركيز. ممكن انا قلت الانيون جاب عباره عن الصوديوم، والصوديوم يمثل البوزيتيف. افرض البوزيتيف جاي من حاجات اخرى، لو فاكرين المثال اللي قلناه في الاول، المونوكلون الجاموباثي اللي عملت الانيون جاب واحد، فلو زايده ممكن المالتيبل مايلوما والكلام ده، الاي جي جي والاي جي ام بتوعها، يبقى او المونوكلون البروتينز زايده قوي تعمل لي نيجاتيف انيون جاب. والبوليميكسين والهايبر ماجنيزيميا والهايبر كالسيميا العنيفه والليثيوم توكسيسيتي، او السودو هايبوناتريميا، الصوديوم نفسه هو القليل، برضه في قياسات بتخلي الصوديوم يطلع قليل، والايه اللي انا او السودو هايبر بايكربوناتيميا، حاجات بتطلع البايكارب غلط عالي زي مونوكلونال بروتين والكيتو اسيدز. النقطه الاخيره السودو هايبر كلوريميا، شوفوا تحتها ايه زي ما الدكتور هاني قال، بروميزم اللي هو البرومايد انتوكسيكيشن والايودين والثيوسلفيت والسلسليت بويزنينج. يبقى انا العيانه ده اسيدوزس ونيجاتيف انايون جاب، ما انساش السلسليت بويزنينج، ودي بقى من ضمن اسباب السودو هايبر كلوريميا. قصه البروميزم اللي الدكتور هاني قال عليه من شويه اهي، البرومايد ده عباره عن ايه يا دكتور هاني؟ نيجاتيف. نيجاتيف. اما يزيد، ما يبقى عندي انتوكسيكيشن من البرومايد، المفروض يعمل لي هاي انايون جاب ولا يعمل ايه؟ المفروض لو هو نيجاتيف يعمل لي هاي انايون جاب اسيدوزس، او يعمل لي هاي انايون جاب بشكل عام. تمام؟ ليه بيعمل معاه نيجاتيف انايون جاب؟ لانه بيتقرا كانه كلورايد، وما بيتقراش 1 ملي مول ل1 ملي مول، لا ده الكلورايد بيبقى مثلا 2 5 لكل واحد برومايد. فهنا الكلورايد من 95، علشان الشخص جاله 10 برومايد بقى الكلورايد 140. فيبقى البرومايد انتوكسيكيشن كان بي دايجنوز باي نيجاتيف انايون جاب، وخاصه في بعض الادويه اللي فيها برومايد زي البيريدوستيجمين في علاج الميثينيا. يبقى لو عندك ميثينيا جريفز تريتد بيريدوستيجمين والعيان جالك ولقيت نيجاتيف انايون جاب، فكر في بروميزم او برومايد انتوكسيكيشن. هناخد حاله ثانيه، ده طفل انفانت وذ هايبوناتريميا هايبركاليميا يعني ميتابوليك اسيدوز. انا جايب الكوكتيل ده عشان اقصر المعلومه اللي قلتها في اول سلايد، ان مفيش انتربريتيشن للاسيد بيز وزود ان انا كونسنتريت على الالكترولايتس، كلها بتوصل لي ببعض. فالسؤال ايه الدياجنوست للحاله ديت؟ يعني لو بصينا هنا الكرياتين 3/10، الصوديوم 111، البوتاسيوم 7/4، هايبركاليميا عنيفه، صوديوم قليل، الكلورايد 98، البي اتش 7/2، ده ايه يا دكتور هاني؟ اسيدوزس. البايكارب 11، ميتابوليك اسيدوزس. ايه رايك بقى في الحاله دي؟ والله هو الديفرنشال ممكن يكون اديسون مثلا، ان في عنده هايبوناتريميا، عندك اديسون الالدوسترون فوق ال 1500 والنورمال اب 900. لا ننزل تحت بقى نشوف الالدوسترون. طيب هو الالدوسترون هاي يورينين هاي، ده عكس الاديسون، عكس الكلام بتاع الاديسون. طيب هيبقى المشكله هنا من الكدني بتطلع رينين عالي، فبالتالي الالدوسترون عالي. طيب ولو طلع الالدوسترون عالي المفروض البوتاسيوم يقل. المفروض ده البوتاسيوم 7 وفي ريزيستنس. طيب برافو
بعد ما خدت علاج، بعد ما الطفل خد علاج كل حاجه بيرفكت اهو، الصدم 138 ومبتسم 4 و3 والدنيا بقت زي الجمال ده. يا ترى ايه العلاج اللي خدته ده؟ في الغالب يو تي اي. وخلي بالك اليو تي اي ممكن تعمل سودو هايبو الستيرونيزم، والسودو هايبو الستيرونيزم ده ممكن يبقى ترانزيانت، يعني مع البايلونيفرايتس ممكن الاقي لخبطه كتيره جدا في الاسيد بيس، ودي حاجات احنا ما بنعرفهاش لان احنا مش اوربه، لانه البايلونيفرايتس بتعمل لي ترانزيانت الدسترون ريزيستنس، فالاقي الالدسترون نورمال او عالي، لكن عندي سندروم كانه هايبو الستيرونيزم. يعني الدكتور هاني اول ما قال ده اديسون ما كانش غلطان، لانه فعلا المنظر، لكن ما تبص على الالدسترون لقاها عالي يبقى ده سودو. والحسن الحظ ان الانفكشن لو تريتد بيعمل كوركشن، يبقى اذا انا ممكن التريتمنت اوف انفكشن يبقى هو التريتمنت الطرق معتصم للسيفير للميتابوليك ديرنجمنت اللي كان موجود ده. حلوه، يبقى ده يبقى اذا هايبوناتريميا وهايبركاليميا. اسال نفسي هل في رينال فيلر؟ لا، الكرياتين بيرفكت. يس، يبقى خلاص يبقى رينال فيلر. نو، الكرياتين كويس يبقى ده فانكشنال بروبلم. بريماتور بيرث يبقى ده فانكشن تيوبلوباثيز، يبقى ده ديفكت في التيوبولز. مفيش بريماتور بيرث، في يوريترات انفكشن امسك فيه وعالجه هيظبط المساله. مفيش انفكشن يعني ثبتوا السلايد ديت وبصوا على بقيه الديفرنشال دياجنوز. نيجي للموضوع تاني من سبيشال سيتويشنز، انا قربت اخلص، ويمكن الموضوع ده انا قلته مرارا وتكرار. الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر تو انهبيتورز وعلاقتها بالكيتو اسيدوزس. احد مشاكل الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر تو انهبيتورز هي الميكانيزم بتاعها بتعمل جلوكوزوريا، فجلوكوزوريا هيقلل الانسولين وهي بتزود الجلوكاجون. مناخ فيه نقص انسولين وزايد جلوكاجون يسوي لايبوليسس. اللايبوليسس ده يزيد في الستريس سيتويشن يعمل لي كيتو اسيدوزس زي الدايبيتيك كيتو اسيدوزس، لكن الاختلاف ان البلازما جلوكوز نورمال لان فيه جلوكوزوريا، يبقى ده ايوجلايسيميك كيتو اسيدوز. مين المور برون للايوجلايسيميك كيتو اسيدوزس؟ الناس اللي هيتعرضوا لجراحه. عشان كده بيفور اي سيرجري المجموعه دي لازم تقف، وما رجعهاش الا لما العيان يرسيوم الكباسيتي انه ياكل كويس ويبقى ستيبل، لان ممكن القصه تبقى، وخاصه في الايه، في الابدومينال سيرجري والبارياتريك سيرجري والكلام، يبقى لازم احطها في الحسبان. الناس اللي هم ادفانسد تايب 2 دايابيتس لونج ستاندنج والسيبتايد قليله جدا برضه ريسكي انه ممكن يتعرض للايوجلايسيميك كيتو اسيدوز. عشان كده رغم ان المجموعه دي دخلت بقوه بعد الكريدنس ستادي ترايل ال 12 السنه 2019، ولانها اثبتت رينال اوت كام بنفيت، لكن نخلي بالنا ما اذا العين خدها بنحفظه. لو شعرت بفاتيجابيليتي او كلام زي كده تجيلنا. لو العين فاتيجد انكسبليند اعمل اسيد بيز، لقيته اسيدوتيك اعمل السيرم لاكتيت، ما فيش لاكتيك اسيدوزس يبقى ده على طول وهو ماشي على دواء منهم يبقى ده ايوجلايسيميك كيتو اسيدوزس، ديك ايوجلايسيميك دايابيتيك كيتو اسيدوز ناتج عن اليوز اوف صوديوم جلوكوز كترانسبورتر تو انهبيتور. علاجه اوقف ودي اي في جلوكوز واي في وانسولين، تمام، واصبر لان ممكن يحصل ريباوند. على الرغم من الهاف لايف بتاع الادويه دي 12 ساعه الا ان ممكن الاكشن على الريسبتور يستمر ويبقى فيه مشكله منه. يبقى البريسيبيتنت فاكتورز الايوجلايسيميك كيتو اسيدوزس انتر كارنت إلنس وبيجي الانفكشن، يبقى العيان لما يجي له انفكشن ممكن يخش في القصه دي. الدايت موديفيكيشن ما بياكلش او هيخش يعمل جراحه، عشان كده في الجراحه مهم جدا، و فناخد بالنا من الكلام ده. وده الكلام انا قلته انه نقص الانسولين وزياده الجلوكاجون هيعمل لايبوليسس. نخلي بالنا، شايفين الخريطه دي؟ انا بشاور على حاجه هنا، هو معتصم اهوت انكريز دي كيتون بودز ري ابسوربشن. ترهاني، اما نعرف ان هي بتزود الكيتون بودز ابسوربشن، ليه ما اعملش كيتون تيستينج في اليورين؟ هو في البلد مش في اليورين، يبقى ما قيسوش. يبقى احد البيت فولز انت بتدور على الاسيتون هيطلع نيجاتيف، ممكن يطلع بوزيتيف في الكيتون في اليورين، لكن ما عولش عليه قوي لان ممكن يبقى زايد ذات الريابسوربشن. يبقى لو هقيس في البلد، اقيس البيتا هيدروكسي بيتوريت في البلد، او ان انا احطها في الحسبان زي ما قلت فيري سيمبل. العيان ماشي على الادويه ديت ومفيش لاكتيك اسيدوزس،
ويبقى ده ايوغلايسيميك ديكي. نيجي بعد كده لاكتيك اسيدوزس. احنا قلنا في دي لاكتيك اسيدوزس وايه لاكتيك اسيدوز. الديلاكتيك اسيدوز دي مع البايباس والكربوهيدرات دايت. لكن ايه اللاكتيك اسيدوزس؟ دي احد المقالات المهمه جدا اللي بتشرح الكوزس والكلام ده. ويا اما انكريز برودكشن اوف اللاكتيك اسيد يا اما ديكريز ريموفال. يبقى يا اما زياده في البرودكشن نقص في الريموفال. وعلى فكره اللاكتيك اسيدوزس هي الموست كومن اسيدوزس في كريتيكال ال بيشنتس والاي سي يو. واسبابها الكوز انكريز ناد اتش ناد زي الانديكويت اوكسجين ديليفري بحالات الشوك ستيت وكلها ممكن يبقى الكلام ده. لايف سايكل ليفر ديس فانكشن الكوري سايكل لاكتيت از تيكن اب باي هيباتيك سيلز كونفرتد تو بايروفيت ويتش از نيسيسري سبستريت فور جلوكونوجينيسيس. يبقى نبقى عارفين القصه ان يحصل خلل فيها يحصل لاكتيك اسيدوز. ميتوكوندريال ديس فانكشن ذا امبورن ايرور في الميتابوليزم وبعض الميديكيشن زي البروبوفول والسيانايد. يبقى كل ده بيزود الناد اتش ناد ريشيو. انكريز بايروفيت زي انهيبيشن اوف بايروفيت هيدروجينيز الثيامين ديفيشنسي اخلي بالي من والسبسس حالات السبتك شوك او ديكريز دي اي تي بي اي دي بي ريشيو وده بيعمل ستيموليشن للفوسفو فراكتوكاينيز زي الاكسرسايز والستريس الليفر انستاينال بالمونري فانكشن البيتا ادرينرجيك ميديكيشن زي ابنفرين نورابنفرين اوركوكين فيا ستيموليشن اوف صوديوم بوتاسيوم اي تي بي. يبقى الاسباب زيادة الـ NADH NADH-NAD ratio أو زيادة البيروفيت وقلنا هي الـ most common cause of acidosis in critical ill patients. طيب هل لها حاجات نيجاتيف؟ التابل ده بيوري نيجاتيف على الميوكاردال contractility increase susceptibility to cardiac arrhythmias vasodilatation insulin resistance. شايفين CNS problem electrolytes. يبقى كل الكلام ده يتحط في الحسبان. جميل. بعد كده هيجي السؤال وده مقالة من المقالات المهمة اللاكتيك أسيدو رول اوف صوديوم بايكربونات عالج ولا ما عالجش؟ دكتور مصطفى عالج ولا ما عالجش؟ دكتور هاني أدي بايكربو ولا ما أديش في اللاكتيك أسيدوز؟ لا انا بعالج البرايمري ديس اوردر. طب لو لقيت البي اتش عندك 7 والبايكاربا 5 هو بيقول ان ليزن 7.1 ممكن ادي بايكاربا. طيب طب ليه ما بعالجش ما اديش بايكارب؟ احنا لسه قايلين النيجاتيف افكتس اوف بايكارب. خلينا فلاكتيك اسيدوز خلينا نبص بقى للنيجاتيف. يعني انا قلت النيجاتيف بتاع اللاكتيك اسيدوز شوف النيجاتيف بتاع البايكارب. لو اديت بايكربونات لعيان جاي في كريتيكال ايلنس هتوقع منه الاشياء اللي قدام حضرتك دي فازو دايليتيشن. انا مش عاوز فازو دايليتيشن هيعمل هايبر بلورايزيشن اوف فاسكولار سموث ماسل فيعمل لي فازو دايليتيشن ديكريز كاردك اوتبوت لانه بيقلل الانترا مايوكاردال بي اتش ديكريز سيرم ايونايزد كالسيوم ديكريز دي بي سي او 2 يعني ليفت شيفت اوف هيموجلوبين اوكسجين ديسوسيشن كيرف ديكريز 2-3 ديفوسفوجليسريت ليفل انترا بالمونري شانتينج ديسفانكشنال اوكسجين كونسامشن ويعمل intracellular acidosis high concentration of non. يبقى دي كلها أسباب. يبقى يحصل خلل في الأكسجين خلل في الكالسيوم خلل في الكاردياك فانكشن وهو العيان مش ناقص ده في critical illness. يبقى في moderate acidosis زي ما اتفقنا ما no treatment لأنه ما ثبتش إنه في جدوى إن فايدة من إن أنا أدري صوديوم بايكارب في هذا في هذه وأركز على الكوزال تريتمنت. لكن في severe acidosis لو البي اتش تحت السبعة واثنين انا ممكن ادي بايكارب ويبقى التارجت بتاعي مش سيفير كوركشن مودريت كوركشن يعني اطلع فوق السبعة واثنين بحيث ان انا ايه اتجنب السيفير اسيدوز. هو ده الموست وايز ابروتش. على الرغم من ذلك كان في مقاله في اللانست من سنتين او من سنه ونص موريه بعض البوزيتيف افكت اوف بايكربونات. يبقى اذا بناخد الويزدم هو ان انا اركز على الايتيولوجي واصلح السيفير اسيدوز مودريت كوركشن مش كومبليت كوركشن. وده نفس الكلام اهوت ده سيستماتيك ريفيو ذير از لاك اوف داتا اون ذا افكتس اوف انترافاسكولار صوديوم بايكارب ثيرابي تو سبورت اتس يوز كلينيكالي. انا كده يعني وصلت لنهايه المحاضره وزي ما بنقول كل مره ان احنا لابد نقرا ولابد نحدث نفسنا
والوقت السايت تضخم. واعتقد ان المحاضره دي هتبقى اضافه للفيديوز اللي هتبقى موجوده على السايت. وبشكركم على حسن الاستماع، ولو في اي سؤال انا تحت امر حضراتكم. اي سؤال انا تحت الامر. الدكتور عبد الجواد معايا اهو. دكتور محمد ازيك؟ ازيك يا ازي حضرتك؟ انت معايا من الاول متابع المحاضره ولا لسه داخل؟ متابع من الاول خالص. لا متابع من الاول خالص. في حاجات اضافت ليك ولا هي دي مراجعه لا طبعا حاجات اضافت، الحاجات التريكس والنقط بتاعت السلسلات والحاجات دي ما بنشوفهاش فبتتنسى، يعني حتى لو كنا قرناها قبل كده بتتنسى، فان حضرتك ذكرتنا بيها ده نقطه مهمه جدا. يعني الحاجه اللي انا عاوز اقولها عشان انا بسالك السؤال ده، انه انا لو رجعت الليتريتشر هلاقي كميه من الداتا تانية انا ما قلتهاش كتيره جدا، لانه صعب ان الواحد يذكر في ساعه لساعة ونص كل ما يخص الاسيدوزس. احنا ان شاء الله هيبقى لنا حلقه تانية على الميتابوليك الكالوزس، فوكسنج على الميتابوليك الكالوزس ان شاء الله، اتمنى تبقى في القريب العاجل. اي سؤال يا جماعه؟ اي سؤال؟ انا بشكركم على حسن المتابعه، والقاكم ان شاء الله في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.